بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طلاب الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد مبارك عليكم جميعا وعلى عوائلكم، وإن شاء الله تكون سنة ربنا يكللها إن شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله يا رب جميعا. اتكلمنا يا شباب المحاضرة اللي فاتت على البريدين اللي هو 6 ممبر رينج، قلت إن أنا عندي البريدين بيحصل عليه منلي بيحصل عليه الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن. قلت طبعا ان ذره النيتروجين اللي موجوده عندي في البريدين ديت لها حاجتين، لها ماينس اندكتيف افكت ان هي بتسحب الالكترونات من الرابطه من ذره الكربون اللي جنبها ديت نتيجه ان هي اكثر سالبيه كهربائيه، فعشان كده لها ماينس اندكتيف افكت. قلت الراجل اللي بيتسحب منه اللي بيسحب الالكترونات اللي بيسحب قول له ماينس اندكتيف افكت، اللي بيتسحب منه الالكترونات كأن هو المعطي للالكترونات بقول له بوزيتيف اندكتيف افكت. يبقى ده النيتروجين هايلي الكترو نيجاتيف عن هذه الكربون او هذه الكربون، فعلشان كده بقول لها ماينس اندكتيف افكت. ثاني حاجه لها ماينس ميزوميريك افكت. يعني ايه ماينس ميزوميريك افكت؟ قلت لك ميزوميريك افكت بيتم في الانشيرد الكترون بير او في الباي بوند. انا عندي هنا باي بوند لما شرحت لك الكلام ده في المحاضره اللي فاتت بالتفصيل، يعني ايه اندكتيف ويعني ايه ميزوميريك، يعني ايه ماينس اندكتيف ماينس بوزيتيف اندكتيف، يعني ايه ماينس ميزوميريك بوزيتيف ميزوميريك، ويعني ايه توتوميريزم. الكلام ده كله شرحته لك في اول المحاضره اللي فاتت بالتفصيل الممل نتيجه لاهميته في المحاضرات اللي جايه. فطبعا الباي بوند ديت بتسحبها النيتروجين عليها يبقى عليها نيجاتيف تشارج، يبقى عليها نيجاتيف تشارج، يبقى الكربونه ديت يصبح عليها ايه بوزيتيف تشارج. قلت لك الميزوميريك افكت بيتم فين؟ في الانشيرد الكترون بير او في الباي بوند. يعني عندي في اواصر بتتحرك، في عند بوند بتتحرك اللي هي الباي بوند، او ممكن يكون عندي انشيرد الكترون ايه؟ زوج الكتروني غير مرتبط اللي بقول عليه الانشيرد الكترون بير، او بقول عليها نون بوندنج الكترون. يبقى الراجل ده له حاجتين، ماينس اندكتيف وماينس ميزوميريك، فبتسحب الالكترونات. وقلت لك المحاضره اللي فاتت النيتروجين يم البريدين شبيهه بالظبط ب النيترو جروب يم النيترو بنزين. هنفرض الراجل ده متصل بحلقه بنزين، ماشي يا شباب، فالنيترو جروب ديت على حلقه البنزين بيقول عليها دي اكتيفيتنج ميتا دايركتنج، يعني ما بتوجه الالكتروفيليك سبستيوشن بتوجهه للبوزيشن ميتا اللي هو بالنسبه لها بالنسبه للنيترو دي رقم كام؟ 3. نفس الكلام قلت لك ان النيتروجين اللي عندي اللي موجوده في البريدين، البريدين لما باجي اعمل عليه الكتروفيليك سبستيوشن ريكشن، اعمل عليه مثلا نيتريشن، اعمل عليه سلفونيشن، اعمل عليه اسيتيليشن، كل الكلام ده لو تم بيتم ببروده بسيط جدا لان الرينج هايلي دي اكتيفيتد، فبيتم بقول عليها البوزيشن ده بقول عليه ده بقول عليه الفا، ده بقول عليه بيتا، البيتا ده بالظبط ايكويفالنت للبوزيشن بقول عليه رقم كام؟ رقم 3. قلت لك ده بيتم ببطء جدا لان الرينج اللي عندي ديت بيقول عليها الكترون ديفيشنت. الكترون ديفيشنت اللي يعني ايه؟ كلمه الكترون ديفيشنت يعني الالكترونات او الالكترون كلاود او السحابه الالكترونيه اللي جوه حلقه البريدين كلش قليله كلش قليله. ليه؟ نتيجه للماينس اندكتيف وللماينس ميزوميريك اللي موجود عندي في مين؟ في النيتروجين يم مين؟ البريدين. زي ما بقول النيتروبنزين دي اكتيفيتنج جروب مجموعه النيترو ان لان عليها شحنه موجبه فهتعمل ايه؟ بتسحب من حلقه البنزين. هنا نفس الكلام بالظبط، النيتروجين يم البريدين بتسحب من حلقه البريدين من الباي سيستم اللي موجود عندي ده، بتسحب الالكترونات يمها. ليه؟ لان هي اكثر مور الكترو نيجاتيف، يبقى يقول لها ماينس اندكتيف افكت. قلت لك ان هي كمان بتسحب بالماينس ميزوميريك افكت، بتسحب الباي بوند يمها. الكلام ده كله عكس النيتروجين يم مين يا شباب؟ يم البايرول الفايف ممبر درينج، كل الهيتيرو اتم اللي كانت موجوده هناك كلها كان لها ايه؟ لها بوزيتيف ميزوميريك افكت. كان عكس الكلام ده خالص، كان هنا لون بير من الالكترون موجودين على الان كان بتديهم جوه الاروماتيك سيستم، وبعمل عمليه مين؟ الاروماتيك داخلين في الاروماتيك سيستم. عشان كده كنت بقول حلقه البايرول او الفايف ممبر درينج بقول عليها الكترون سفيشنت، متروسه الكترونات، فيها الكترونات كتيره، ان هم 5 اتوم وجواها 6 الكترونات وقاعدين يدوروا حوالين بعض. والنيتروجين هنا يم البيرول كنت بقول لها بوزيتيف اندكتيف افكت، زيها بالظبط زي البيرول بتاعت الفيوز درينج مع الاندول اللي احنا شرحناها بالتفصيل. قلت لك النيتروجين هنا لها ايه؟ لها بوزيتيف ميزوميريك افكت.
بوزيتيف ميزوميريك افكت، ان عليها انشيرد الكترون بير زي ما قلت لك، الميزوميريك افكت او ريزونانس افكت بيحدث في اللون بير من الالكترون او عند باي بوند، فكان عندي هنا انشيرد الكترون بير كانوا يعتبروا جزء من الباي سيستم اللي موجود عندي، يعني كان النيتروجينه دي بالظبط هنا بقى في حاله البيرول شبهها مين؟ شبيهه بالامينو جروب يم الانيلين. سيادتك في الكورس الاولاني يقول لك الامين جروب او الامينز سواء برايمري او سكندري او تيرشري كان يقول لك لها بوزيتيف ميزوميريك افكت، يعني ايه؟ يعني بتدي اللون بير دولت لحلقه البنزين اللي متصله بقى تدخلهم جواها، فالالكترون دينستي اوتوماتيك حتى ايه هتزيد، فبالتالي الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن هيتم بايه؟ هيبقى مور فاستر، هيتم بسرعه، لان الالكتروفيل ده عارفين ان هو موجب ولقى الكترونات كتيره جوه الحلقه اللي عند الخماسيه او حلقه البنزين اللي متصله بالامينو جروب او بالاو اتش جروب والكلام ده كله، لقاها متروسه الكترونات، فبالتالي الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن هيتم بسرعه، لان عند الالكتروفايل موجب هيلاقي الكترونات جوه الحلقه اللي عند كل شويه فهيتفاعل معاها بسرعه. انما لما نيجي للبريدين هنا انا عندي ذره نيتروجين شبيهه بالنيترو جروب بتاعت النيترو بنزين ساحبه للالكترونات، الكترون ويزدروينج جروب، فبالتالي الالكترون دينس هنا كلش قليله، فبالتالي لما اجي اعمل الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن هيبقى كلش بطيء، هيتم بالعافيه، يتم عند بول دراست الكونديشن، يعني عندي في ظروف خاصه جدا وظروف عنيفه، يعني بستخدم درجه حراره عاليه واستخدم مثلا ضغط جوي، يعني لازم فيه ظروف معينه. وهنا طبعا لما باجي استخدم بقى بستخدم ايه؟ كونكي نيتريك عشان اعمل نيتريشن، او اعمل هنا مثلا كونكي نيتريك مع بوتاسيوم نيتريت علشان اعمل صلف، اعمل نيتريشن، علشان برضو هنا ممكن استخدم الاوليوم اللي هو الكونكي سلفوريك اللي عنده 99% مع البوتاسيوم نيتريت، كل دولت بستخدمه علشان اعمل بهم عمليه مين؟ كل ديت ريجنت بستخدمها بعمل بقى عمليه النيتريشن، بعمل بقى يا شباب عمليه النيتريشن. طيب ده انا دلوقتي شرحت لك قبل كده قلت لسيادتك لما يكون عندي حلقه البريدين في النومنكلتشر من الاول خالص وفي الانترودكشن بتاعت المحاضره اللي فاتت قلت لك لما يبقى عندي البريدين متصل به ميثايل جروب واحده يبقى الراجل اللي عندي ده اسمه ايه؟ اسمه بيكولين. بيكولين لو قلت الفا بيكولين، الفا بيكولين قلت لك دي الهيترو اتوم، الكربون اللي بعدها بالتريفيال نيم اسمها الفا، اللي بعدها دي اسمها بيتا، اللي بعدها دي اسمها جاما، كأن دي بالظبط البوزيشن رقم 2 وده البوزيشن رقم 3 وده البوزيشن رقم 4. يبقى لما بقول الفا بيكولين اللي هي 2 ميثايل بيريدين بقول عليها مونو ميثايل بيريدين، كلمه بيكولين يعني مونو ميثايل، الميثايل ده ممكن تكون موجوده في البوزيشن رقم 2 يبقى اقول عليها الفا بيكولين، ممكن موجود في البوزيشن رقم 3 اقول عليها بيتا بيكولين، وممكن تكون موجوده في البوزيشن رقم 4 اقول عليها جاما بيكولين. يبقى البيكولين عموما جنرال هي عباره عن ايه؟ مونو سبستيتيوتد ميثايل بنزين، ميثايل بريدين، يعني بريدين عليه مجموعه ميثيل واحده فقط، يبقى دي بقول عليها ايه؟ بيكولين. ده بقى عندي حاجه اسمها لوتيدين، ايه اللوتيدين ده؟ داي ميثايل بريدين. اهم حاجه عندي اثنين ميثايل، ممكن يكونوا زي ما قدامك كده اثنين وسته، ممكن يبقوا اثنين موجودين عندي في البوزيشن رقم اثنين وثلاثه، ممكن يكونوا اثنين واربعه، ممكن يكونوا اثنين وخمسه، يبقى اهم حاجه يبقى ده اللوتيدين عباره عن ايه؟ داي ميثايل بريدين، يبقى ده مونو اللي هو البيكولين مونو. طيب الكوليدين عباره عن ايه؟ تراي ميثايل بريدين، الثلاثه ميثايل ده واحد اثنين ثلاثه، دول عباره عن كام؟ اثنين واربعه وسته، ممكن يكونوا اثنين وثلاثه واربعه، ممكن يكونوا ثلاثه واربعه وخمسه، اهم حاجه ما اقول كلمه كوليدين عندي تراي ميثايل بريدين، لوتيدين داي ميثايل بريدين، بيكولين مونو ميثايل بيريدين. طيب يبقى الراجل ده لما اجي اعمل عليه دلوقتي بقول لك دلوقتي انا عايز اعمل عمليه اكتيفيشن لحلقه البريدين بالنسبه للالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن، عايز انشطها، انا عايز انشطها بحيث الالكتروفايل الموجب ده اما يجي يتفاعل معاها يتفاعل مع الحلقه بسرعه. يبقى الحل ايه؟ الحل اكيد ان انا احط مجموعه الكترون دونيتنج جروب، الالكترون دونيتنج جروب ديت ممكن تكون بالايه؟ بالبوزيتيف اندكتيف افكت او بالبوزيتيف ريزونانس او بيقول عليها ميزوميريك افكت، بوزيتيف ام
بقول عليها بوزيتيف ار، الاثنين بمعنى واحد. كلمه ميزوميريك او ريزونانس يعني في عندي باي بوند او لون بير، انشيرد الكترون بير، بيتحركوا زي ما شرحت لك قبل كده، يا اما لون بير يا اما باي بوند. انما الاندكتيف افكت بيتم عندي في السنجل سيجما بوند. الكلام ده شرحه لك بالتفصيل المحاضره اللي فاتت، وانا ما كنت بشرحه لك بالتفصيل على مود ان انا هستخدمه، عشان كده شرح لك مقدمه طويله عريضه عن الاندكتيف افكت والميزوميريك افكت عشان سيادتك تفهم. طيب الراجل ده انا ايه يفرق ده عن البريدين في إيه؟ ان انا حطيت هنا مجموعه ميثايل. إيه اللوتيدين ده يفرق عن البريدين؟ حطيت بقول عليه داي ميثايل بريدين. الراجل ده الكوليدين ده تراي ميثايل بريدين. يبقى الفرق عندي بينهم وبين البريدين ايه؟ ان فين عندي مجموعات ميثايل. مجموعه الميثايل دي دورها ايه في التاريخ؟ بقول لها بوستف اندكتيف افكت. يعني ايه بوستف اندكتيف افكت؟ يعني السنجل بوند اللي ما بين الكربون يم الميثيل والكربون ديت يم البريدين، هذه نتيجه ان الان دي كمان بتسحب، فالالكترونات هذه الاسره مايلين ناحيه حلقه البريدين، كان بالظبط بزود هنا الايه النيجاتيف تشارج، بزود النيجاتيف تشارج. علشان كده بقول الميثيل جروب لها ايه الكترون دونيتنج جروب او الكترون دونيتنج اكتيفيتي باي بوزيتيف ميزوميريك بوزيتيف اندكتيف افكت. بوزيتيف اندكتيف افكت شرحت لك ايه الفرق بين الاندكتيف وبين الميزوميريك، قلت لك ان الاندكتيف بيتم في السنجل سيجما بوند اهو، سيجما بوند انا عندي هنا باي بوند سنجل بوند ما بين الميثيل وما بين الكربون يم مين حلقه الايه؟ حلقه اللي موجوده عندي في البريدين رينج. يبقى الميثايل جروب لها الكترون دونيتنج او الكترون ريليزنج افكت، يعني الاسره السيجما ديت السنجل بوند ديت الالكترونات يمها، لان الكربونه دي مشاركه بالالكترون والكربونه دي مشاركه بالالكترون، الاثنين الكترون دولت مايلين ناحيه حلقه البريدين. يبقى كده كاني بزود الالكترون دنستي جوه حلقه البنزين، جوه حلقه البريدين بزود النيجاتيف تشارج. يبقى كده انا بعمل عمليه ايه؟ اكتيفيشن للبريدين علشان يتم عليه مين؟ الالكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. ليه بعملت له اكتيفيشن؟ لان الالكتروفايل هيجي يرتبط معاه، الالكتروفايل ده ما اسمه ايه اهو موجب، يعني ايه عليه شحنه موجبه، اللي عليه شحنه موجبه ده محب مين؟ للشحنه السالبه، محب للالكترونات الكتيره، موجب سالب. والعكس لو عندي نيوكلوفايل يبقى عايز ايه؟ لو عندي واحد سالب نيوكلوفايل سالب هيعوز ايه؟ هيعوز شحنه موجبه. العكس يبقى العكس ايه؟ العكس صحيح. فانا عندي هنا الكتروفايل هيروح على هذه الرنج، كده انا عملت لها عمليه اكتيفيشن نتيجه لوجود مين؟ لوجود البوستيف اندكتيف افكت. الميثايل جروب لها بوستيف اندكتيف افكت. يبقى طبعا لما اقارن البوستيف اندكتيف بالبوستيف ميزوميريك طبعا الاقوى البوستيف ميزوميريك. ليه؟ لان البوستيف اندكتيف انا بس مجرد ان الالكترونات السنجل السيجما بوند ديت مايله ناحيه حلقه البريدين. انما بعكس لما نيجي نتكلم في الميزوميريك افكت زي ما شرحت لك، يا اما لون بير حديهم للحلقه يا اما باي بوند حديها للحلقه. يبقى لما ادي لها ازود عليها اتنين الكترون سواء انشيرد الكترون بير او باي بوند طبعا اقوى من اني فقط بخلي الالكترونات مايله ناحيه الحلقه فقط. قلت لك الاندكتيف افكت ده نتيجه للديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي طبعا اللي مخلي الحلقه تسحب. ليه؟ ان النيتروجين اللي موجوده عندي ديت اللي موجوده في حلقه البريدين الكترون وذروينج جروب، يعني النيتروجين ديت بتسحب من الكربون ديت وبناء عليه الكربون ديت هتسحب من هذه مين؟ من هذه الكربون، هتخلي الالكترونات مايله ناحيه مين؟ لان السهم ماشي كده، مش النيتروجين بتسحب من الكربونه ديت، فبالتالي هيبقى الدنيا ماشيه زي ما انت شايف كده. المهم ان المحصله النهائيه كاني زودت الالكترون دنستي جوه مين؟ جوه حلقه الايه؟ جوه حلقه البريدين. تمام زي الفل. يبقى لما اجي ابص بعد كده هلاقي عندي ماشي يا شباب اهو، هاجي اعمل دلوقتي اهو استخدم الراجل ده اهوت، كنت قبل كده هتلاقي درجات حراره بستخدمها عاليه جدا. الراجل ده لما كان عندي هنا ميثايل جروب واحده اللي هو البيكولين استخدمت الاوليوم اللي هو الكونك سلفوريك وتركيزه كلش عالي جدا. كونك كلمه اوليوم دي تعني كونك سلفوريك اسيد، مش عشان اعمل عمليه النيتريشن بستخدم كاتاليست كونك سلفوريك اسيد ومع حاجه نيتريتنج ايجنت زي النيتريك اسيد او بوتاسيوم نيتريت عند 180 درجه مئويه اهو دخل اهو، كان انا عندي هذه الميثايل انسى خالص النيتروجين دي هي موجود اهو، كان عندي ميثايل بنزين، كاني
اهو الراجل المثال ده بتوجه ايه فين زي ما انت خدت في الكورس الاولاني، يا اما ارسو، ده الارسو بتاعها، يا اما ايه، يا اما بارا. اهو هنا دخلت نيترو جروب اهوت في البوزيشن رقم كام؟ رقم ده بالنسبه للميثيل يعتبر ايه؟ يعتبر بارا. لو قلت لو فرضت الميثيل دي الكربونه دي 1 2 3 4 مش البارا 1 و4، انسى ان انا عندي نيتروجين دي هنا خالص اهو. يبقى ده الراجل ده يا اما دخل له قرص، يا اما دخل فين؟ ادخل بارا النيترو ايه؟ نيترو جروب اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندي. اجي بعد كده دخلت اثنين ميثيل في اللوتيدين، عملت اكتيفيشن باثنين ميثيل، يبقى الاثنين هيديوا الكترونات لحلقه البريدين اكتر وافضل من الميثايل جروب واحده. يبقى عندي اثنين بوزيتيف اندكتيف افضل من واحده بوزيتيف اندكتيف، وانسى ان النيتروجينه دي موجوده خالص. اهو شفت درجه الحراره بقت كام؟ بقت 100. عشان اعمل نيتريشن اكون كسلفوريك اوت زي الاوليوم بالظبط. بوتاسيوم نيتريت اهو شفت لما عندي اثنين ميثايل قللت درجه الحراره اهو التفاعل هيتم اسرع. اهو دخلت عندي نفس زي ما قلت لك اهو، انسى دي موجوده خالص اهو. الميثيل جروب على حلقه البنزين بتوجه ايه؟ اورسو او بارا. هنا اهو الميثيل جروب ديت بالنسبه لها البوزيشن ده يعتبر ايه؟ يعتبر بارا. وبالنسبه للميثيل جروب ديت بقول لها اورسو بارا، ده يعتبر لها بالنسبه لها ايه؟ بالنسبه لها اورسو. وفي نفس الكلام لو جيت احسبها على البريدين، انا قلت البريدين، البريدين لما بعمل عليها الكتروفيليك سبستيتيوشن الالكتروفايل بيروح على البوزيشن رقم كام؟ رقم 3. طب اهو واحد لو فرضت كده 1 2 3 مدى 3 ده ايكويفالنت لده بالظبط. طيب هنا نفس الكلام للبريدين للنيتروجين دي مدى رقم 3. طيب دي زي دي بالظبط. لو جيت اجي ابص عندي هنا الكوليدين بقى عندي اكتيفيشن ب 3 ميثايل يعني ب 3 بوزيتيف اندكتيف افكت. طيب يبقى الراجل ده هيودي لي فين؟ اهو شفت درجه الحراره برضو نفس الكلام بقت قلت عندي 100، يبقى الراجل ده هيتم اسرع واحد فيهم لان انا عندي 3 بوزيتيف اندكتيف افكت، 3 ميس الجروب بيخلوا الاسرع للسيجما اللي عندي دي اللي عليها السهم ديت كلهم مايلين ناحيه مين؟ حلقه البريدين، كاني بزود الالكترون دنسي داخل حلقه الايه البريدين، فبالتالي الالكتروفايل هيتفاعل معاهم اسرع اللي هو ال NO2 اللي هينشا عندي من تفاعل الكونك نيتريك مع الاوليوم هيديني NO2 والان عليها شحنه موجبه زي ما شرحت لك المحاضره اللي فاتت وقلت لك عمليه النيتريشن النيترو جروب جايه منين؟ ادن الالكتروفايل اللي عند ال N موجب هتروح تمسك في حلقه البريدين في البوزيشن رقم كام؟ رقم 3. طيب الثلاثة ده بالنسبة للميثايل جروب دي تعتبر انهي؟ مش احنا اعتبر دي مش موجود، لو فرضنا دي مش موجود، الميثايل جروب بقول لها ايه؟ اورسو وبارا دايركتنج، ادى الاورسو بوزيشن اهو تمام. وفي نفس الوقت ما جامش مع البريدين، احنا قلنا البريدين الالكتروفايل بيخش في البوزيشن رقم كام؟ رقم 3. طب بقول عليه اللي هو مين؟ اللي هو البيتا بوزيشن. ماشي يا شباب، يبقى هنا كده بعمل اكتيفيشن للبريدين عشان يحصل عليه الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن، يبقى انا ممكن ادخل اعمل اكتيفيشن ب1 ميثايل بقول عليه بكولين او 2 ميثايل بقول عليه لوتيدين او 3 ميثايل بقول عليه كوليدين. ده الكلام ده كله نتيجه مين؟ للبوستيف اندكتيف افكت للاكتيفيتنج جروب اللي هي مجموعه الميثايل. طيب انا ممكن اعمل اكتيفيشن بحاجه اسمها احول البريدين ده الى حاجه اسمها بريدين ان اوكسيد، هناخدها في الاخر النهارده، هعمل اكتيفيشن بقى. وممكن اعمل اكتيفيشن ان انا احط عليه او اتش جروب، ميسوكس جروب، ان اتش 2 جروب، ميثايل جروب. المجموعات ديت يا شباب الاو عليها لون بير من الالكترون، كل ده هنا بالنسبه للثلاثه دولت الامينو جروب او الميسوكس جروب او الاو اتش جروب اللي هتبقى فينوليك او اتش جروب، كل دولت الان عليها لون بير، يبقى في الحالات الثلاثه دولت هتبقى التنشيط عند الاكتيفيشن هيحصل عن طريق مين؟ البوستيف ميزوميريك افكت. الميثايل دي خلاص احنا عرفنا الميثايل هي بالايه؟ بالبوستيف اندكتيف افكت. بص سيادتك حضرتك السلايد اللي بعدها عندي هنا دلوقتي، يبقى انا هعمل ايه؟ عندي هو زي ما شرحت لك المحاضره اللي فاتت قلت لك في عندي حاجه اسمها ريزونانس وحاجه اسمها توتوميريزم. قلت لك انا عندي هنا دبل بوند اهوت او اتش، ده كده بقول عليه اين والاول وسي دبل بوند يبقى بقول عليها اين، يبقى ده بقول عليه اين والفورم. هل الراجل ده ممكن يتحول الى الكيتو فورم؟ الكلام ده شرحه لك المحاضره اللي فاتت بالتفصيل. ايوه اهو بالظبط قلت لك عمليه التوتوميريزم ان بيحصل عمليه السويتشنج للهيدروجين اللي عندي دوت كبروتون من هيترو اتوم الى من ذره الى ذره اخرى،
انا عندي الاو اكثر سالبيه كهربيه، هتاخد الاثر اللي بينها وبين الهيدروجين وتنزل هنا، هيبقى عندي هنا دبل بوند. لما بقى عندنا دبل بوند والاتش دي طبعا خرجت از بروتون اتش موجب، هل الكربونه ده هتفضل زي ما هي كده؟ ابدا عمرها ما تفضل زي ما هي. ليه؟ لان هتبقى عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، مستحيل. يبقى الاثر ده هتيجي على مين؟ هتيجي على الان، يبقى عليها نيجاتيف تشارج. الاتش اللي خرج هنا بروتون هيجي على هذه الان يتحول الى ان اتش، الشكل اللي قدام حضرتك ده. يبقى في عندي ده بقول عليه التو هيدروكسي بريدين اتحول الى الكيتو فورم اللي هو اتنين بريدون، اهو واحد اتنين، او اقول عليه بريدين اتنين اون، يبقى اتنين بريدون بتساوي بالظبط بريدين اتنين اون، بريدين اتنين اون. طيب يبقى ده بقول عليه 2 هيدروكسي بريدين بيتحول الى الكيتو فورم يامو اللي هو 2 او 2 بريدون، او اقول عليه بريدين 2 اون. يعني الشكل اللي قدام حضرتك اللي انت شايفه ده بيدي لك الشكل ده. بص بقى حضرتك كده سيادتك بقى كده بالصلاه على النبي كده زي ما نقول بالمصري كده حضرتك. انا ايه اللي عندي دلوقتي نتيجه لعمليه التوتوموريزم ديت؟ انا عندنا الاو عليها لون بير من الالكترونات اللي هي في الاين والفورم، الراجل ده هيدي الكترونات لحلقه البريدين ويديني الكيتو فورم. الاو اتش ديت لما تبقى ماسكه في حلقه اروماتيك بقول عليها ايه؟ بقول عليها فينوليك. اي او اتش متصله بحلقه اروماتيك تكون زي ما تكون بقول لها فينوليك كاركتر. يعني ايه؟ يعني اكتيفيتنج جروب زي بتاعت الفينول هذه بالظبط. مش ده الفينول؟ ده الفينول اللي قدام حضرتك. الاو عليها لون بير من الالكترونات، زوج من الالكترونات الغير مشارك الحر. بتنزل هنا الباي بوند اللي موجوده عندي ديت تتحرك جوه حلقه البنزين، يبقى عندي هنا نيجاتيف تشارج، واجي اعمل اوفر لابنج ديت الباي بوند ده هتيجي هنا واكمل بقيه الريزونانس، هيبقى عندي هنا نيجاتيف تشارج. يعني انا كده زودت الشحنه السالبه اللي موجوده عندي جوه حلقه البنزين، زودت الالكترون كلاود، بقول عليه الالكترون دينستي. لما زود الالكترون دينستي لان حطيت اكتيفيتنج جروب، دلوقتي الاو عليها لون بير دخلوا جوه الحلقه، يبقى اقول هنا الاكتيفيشن، عملت اكتيفيشن للبريدين بايه؟ بالبوزيتيف اندكتيف ولا حضرتك بالبوزيتيف ميزوميريك او البوزيتيف ريزونانس افكت؟ طبعا بالبوزيتيف ريزونانس افكت. لما قلت لحضرتك حالا والمحاضره اللي فاتت قلت لك الميزوميريك هو الريزونانس نتيجه ان بيحصل عمليه موفمنت او دي لوكاليزيشن للون بير من الالكترون او باي بوند. اهو لون بير موجودين على الاو دخلوا جوه حلقه الايه؟ البنزين. هنا نفس الكلام، انسى ان عندك هنا نيتروجين يا سيدي، انسى ان عندك بريدين، عندي او اتش، هتعمل ايه؟ نتيجه للبوزيتيف ميزوميريك افكت الاو فينوليك هتعمل اوفرلابنج للالكترونات، يبقى كده هزود الالكترون دينستي جوه البريدين رينج، وده طبعا اقوى من الاندكتيف افكت، لان هنا لون بير دخلوا جوه مين؟ جوه حلقه البريدين اللي موجوده عندي، فبالتالي الاكتيفيشن هيكون اكتر. اللي عندي ده 2 هيدروكسي بريدين، ممكن يكون 4 هيدروكسي بريدين، نفس الكلام، ده اسمه اينول فورم وده اسمه ايه يا شباب؟ كيتو فورم. ده 4 هيدروكسي بريدين هيديني 4 بايريدون، 4 بايريدون. هتقول لي ازاي؟ اهو لهم بير من الالكترون، يحصل لهم اوفرلابنج هيجوا هنا، يبقى عندي دبل بوند، الباي بوند دي هتقف مكانها هتتحرك هتيجي هنا. يبقى بقى عندنا بوند هنا، ده بيحطها في مكان لا هتتحرك هتيجي على الان، الان بقى عليها شحنه سالبه، هتعمل ايه؟ هتاخد الاتش اللي خرج من هنا از بروتون ويدي لك الشكل اللي قدام حضرتك ده، عشان بس سيادتك ما تضيعش وقت تبقى عارف جت منين. عشان سيادتك تبقى عارف جت ايه؟ جت منين الكلام اللي احنا بنقول عليه. وده العكس بتاعه بالظبط، البريدون ده يرجع تاني يدينا الراجل مين؟ الاستراكشر الاولاني، وهنا نفس الايه؟ نفس الكلام. يبقى هنا بعمل خلاصه الموضوع ده في التو هيدروكسي بريدين اللي بيحصل فيه عمليه توتوموريزم، واديني يبقى في اكوليبريم ما بين التو هيدروكسي اللي هو الاينول فورم، ده اينول فورم وده بقول عليه ايه؟ كيتو فورم. اهو اينول فورم وكيتو فورم اهو ماشي، السهم رايح جاي اكوليبريم نتيجه لعمليه مين؟ التوتوموريزم.
قلت لك المحاضرة اللي فاتت ايه الفرق ما بين التوتوميريزم والفرق ما بين الريزونانس. هنا بيكون في التوتوميريزم مصحوب بي دي لوكاليزيشن او سويتشنج للهيدروجين بروتون من ذرة لذرة اخرى عشان يديني مرة ده انو الفورم وده يديني الكيتو فورم. الكيتو ايه؟ الكيتو فورم. عندي حاجة زي ده التو بايريدون ده، يبقى لما اقول لك التو بايريدون كأني بالظبط بقول لك اتنين هيدروكسي بريدين اهو، تو هيدروكسي بريدين. الاثره اللي هنا دي هتيجي هنا، يبقى الباي بوند دي هتيجي على الاو، يبقى الاتش من هنا بروتون هتروح على الاو تتحول الى او اتش تديني الاستراكشر الاولاني ده اللي هو تو هيدروكسي بريدين. تو هيدروكسي بريدين الراجل ده عامل عليه كلورينيشن في وجود ماي اهو، هيديني مين؟ هيديني اهو الاو اتش، كان عندي فينول بالظبط. الفينول ده اللي انت شايفه قدامك ده كان ايه؟ بيقول عليه قرص وبارا دايركتنج، بيوجه قرص وبارا. ليه قرص وبارا؟ بص سيادتك لو سيادتك بتشوف كده لو عندك نظر، النيجاتيف تشارج دي لما عملنا الريزونانس موجوده فين؟ البوزيشن ده رقم كام؟ رقم اثنين، وده واحد. واحد واثنين ده يعني ايه؟ يعني قرصه. النيجاتيف تشارج دي موجوده فين؟ في اربعه، واربعه ده اللي هو مين؟ اللي هو بارا. الراجل ده سته، ديت كانها من الناحيه دي من الناحيه ديت، لو مشينا بالناحيه دي كده كانها بالظبط وايه؟ كانها قرص اهو. يبقى ده اتنين، واحد واثنين زي واحد وسته، بقول عليهم ايه؟ بقول عليهم اورثو. اه عشان كده بقول لك الاو اتش اكتيفيتنج، ان هي بتدي الكترونات الانشيرد الكترون بير داخل حلقه البنزين، وبتوجه اورثو بره. ليه؟ لان لما بعمل الريزونانس النيجاتيف تشارج موجوده عندي فين؟ متركزه فين؟ في البوزيشن رقم اثنين ورقم اربعه اللي بقول عليه اورثو بره، او سته واربعه برضه بقول عليه اورثو بره. يبقى لما يجي الالكتروفايل الموجب، الموجب ده عاوز مين؟ عاوز سالب. السالب موجود عندي فين؟ في البوزيشن رقم اثنين ورقم اربعه اهو، يروح لهنا في اثنين، وممكن يروح لفين؟ يروح لفي البوزيشن رقم كام؟ رقم اربعه. هنا نفس الكلام الراجل ده بالظبط، ده ما تبصوش على انه بريدون، ده هيدروكسي زي دي بالظبط كده. هتوجي فين الهيدروكسي اللي هي الفينوليك او اتش؟ يا اما ارسو يا اما ايه؟ يا اما بارا اهو. انسى الان اتش دي خالص، والراجل ده او اتش فينوليك او اتش جروب اكتيفيتنج جروب، اكتيفيتنج جروب. يبقى تديني فين؟ تديني اورثو اهو بالنسبه لها البوزيشن ده اورثو، وفي نفس الوقت للبريدين هو رقم ثلاثه زي ما القاعده احنا ماشيين عليها، ان الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن للبريدين بتتم في البوزيشن رقم ثلاثه. وعرفنا ليه المحاضره اللي فاتت نتيجه للريزونانس اللي بيحصل، ويكون مور ستيبل في البوزيشن رقم ثلاثه. طب الراجل ده ديت بالنسبه للقرص، وفين من البارا بتاعته البوزيشن ده؟ ده اللي هو البارا. لا مش ده، لو قلت دي واحد جدلا دي واحد، كربون رقم واحد، رقم كام؟ اثنين. ده رقم كام؟ ثلاثه. ده رقم كام؟ اربعه اهو. يبقى واحد واثنين وواحد واربعه، يبقى قرص وبار اهو. اداني ادى قرصه بالنسبه للاو اتش ديت سيادتك، ده كيتو فورم اعتبره كده بالظبط، عباره عن الايه؟ الانول فورم. وحط هنا دبل بوند وشيلك من الاتش، هو ده ده هو ده بالظبط الشكل اللي كان مكتوب موجود عندي ده. يبقى هيديني سي ال في البوزيشن رقم 2، وسي ال عندي في البوزيشن رقم كام؟ رقم اللي هو الارسو، والبوزيشن رقم كام؟ 4 اللي هو الايه؟ اللي هو الباره اللي هو رقم 4. يبقى ده 2 وايه؟ و4. يبقى كان بالظبط بتوجه ارسو وباره، عشان كده اداني 3 و5 داي كلورو بريدين 2 1 هيدرو او 1 اتش اون بريدين 2 اون. ممكن احط في الاول اقول 1 هيدرو، هيها بالظبط التسميه اهو، مش الان عليها اتش اهيت، قلت كده 1 هيدرو 3 و5 داي كلورو بريدين 2 اون. بريدين 2 ايه؟ 2 اون. او لو قلت 3 و5 داي كلورو بريدين 2 هيدروكسي، قلت 3 و5 داي كلورو 2 هيدروكسي بريدين، صح تساويها بالظبط، لان ده اللي قدامي ده كان عباره عن ده عباره عن كيتو فورم. لو عملتها في على الانول فورم اللي هو زي اللي قدام حضرتك ده بالظبط، زي ده بالظبط، هي هيها بالظبط، ده بيساوي ده بالظبط، ده بيساوي ده، ده بيساوي ده. طيب عندك اهو اربعه بريدون، يبقى البريدون ديت اللي هو السي دبل بوند كانها ايه؟ كانها او اتش،
يبقى الراجل ده انسى ان عندك ان خالص، يبقى عندك او اتش متصله كانها متصله بحلقه بنزين، يبقى هتوجه ايه؟ يا اما ارسو يا اما بار. ادي الارسو بتاع دخلت النيترو، انا بعمل نيتريشن اهو، نيتريك اسيد و اتش 2 اس او 4 اهو. طب هتيجي تقول لي بار، هقول لك البار بتاعها مقفول، ده فيه ان اصلا، يبقى ما فيش حاجه عندي، اللي لازم تخش فين؟ في الارسو بوزيشن. اداني 3 نيترو بريدين 4 اون، او 4 1 هيدرو اون، او حط في الاول 1 هيدرو، قول 3 نيترو بريدين 4 اون، او قول 3 نيترو 4 هيدروكسي زي ده بالظبط اهو، الشكل ده هو ده بالظبط، هو اللي قدام حضرتك ده، هو ده، ده شغال ما بين هذا وذاك، قول 4 هيدروكسي بريدين. وفي نفس الوقت احنا عارفين في البريدين الالكتروفيليك سبستيشن بيتم عليه، بيخش الالكتروفيل في البوزيشن رقم كام؟ رقم 3. ادي رقم 3، هل غيرنا من القاعده؟ ما غيرناهاش. وفي نفس الوقت ماشيين مع الاكتيفيتنج جروب اللي دخلت عندي نتيجه للبوزيتيف ميزوميريك افكت اهو، كانها كان عندي الاو اتش، الاو اتش ديت هتوجه لي فين؟ اورسو بار، ادي الاورسو اهوت رقم 3 اهو، ان او 2 ده الاورسو بتاع الاو اتش، والبارا ما ينفعش لان البارا فيها ان موجوده عندي، فمش هحصل على عمليه الايه؟ السبستيوشن. يبقى تجيبها يمين تجيبها شمال، هو لازم عندك النيترو هتخش في هذا البوزيشن متمشي مع القاعده ان الان بتاعت البريدين، ان عمليه الالكتروفيليك سبستيوشن بتتم على البوزيشن رقم 3. وفي نفس الوقت لما يبقى عندي كيتو اينول فورم الاو اتش اللي هي الفينوليك اللي هي اكتيفيتنج جروب بتديني اورسو بارا دايركتنج، يبقى ده الاورسو بتاعها هو برضو عباره عن الثري بوزيشن او البيتا بوزيشن بالنسبه للبريدين ايه؟ للبريدين رينج. يبقى كده انا بعمل عمليه اكتيفيشن لحلقه البريدين، مره حطيت عليها في البوكولين والكوليدين واللوتودين، حطيت عليها ميس الجروب، عملت اكتيفيشن بالبوستيف اندكتيف افكت. هنا في الحاله ديت عملت اكتيفيشن بالبوستيف ميزوميريك افكت او الريزونانس افكت، بان انا دخلت مين؟ او اتش جروب، دخلت او اتش جروب، او اتش جروب، او اتش جروب. الشكل اللي قدامك البريدون ده، ده مش بريدون، ده عباره عن هيدروكسي بريدين، والاو اتش عباره عن اكتيفيتنج جروب. ما تقولش ليه خدنا في الكورس الاولاني ده كيتون والكيتون دي اكتيفيتنج، الكيتون ما يبقى بره الرينج خالص، بره الرينج خالص، يعني يطلع منها هنا مستبدل وبحط بعدين سي دبل بوند او، انما هي دي جزء من الرينج. فبيحصل عندي عمليه مين؟ التوتومرايزيشن. الدين التوتومر عباره عن خليط ما بين الاينول فورم والكيتو فورم. طيب خلصنا احنا كده الالكتروفيليك سبشن رياكشن، قلت ان انا عندي بالنسبه للبريدين الالكتروفيليك اروماتيك سبشن بتتم في البوزيشن رقم 3، سواء نيتريشن سواء كان هالوجينيشن سواء كان سلفونيشن، قلت لك فريد الكرافت الكايليشن وفريد الكرافت ايسيليشن ما بتمش على البريدين اصلا، البريدين ذات نفسه زي ما هو ليه يا سيدي؟ لان البريدين هايلي دي اكتيفيتنج جروب. سيادتك لو رجعت للكورس الاولاني قلت لك النيتروجين بتاعت البريدين زيها زي النيتروجين يم النيتروبنزين، النيتروبنزين اصلا ما ينفعش نعمل عليه لا فريد الكرافت الكايليشن ولا فريد الكرافت اسايليشن. ليه يا سيدي؟ لان فريد الكرافت اسايليشن او الكايليشن عباره عن ويك الكتروفايل، الكتروفايل ضعيف، والرنج اللي عندي هايلي دي اكتيفيتد، فما بيتمش ما يتمش عليها مين؟ فريد لا يتم فريد الكرافت لا الكايليشن ولا السايليشن. كل الملاحظات اللي بكتبها دي حضرتك، انا ما بتكلمش زي ما قلت لك قبل كده، ما بشرحش لنفسي. سيادتك كل كلمه بقولها تكتبها عندك، توقف الفيديو وتكتب الملاحظات علشان يبقى عندك خلفيه حتى في الاورجانيك مش للامتحان ده فقط، يبقى عندك حاجه تبني عليها فيما بعد تفهم. ما بشرحش لك عشان تخش تنجح في الامتحان، تفهم كيمياء عضويه. نيجي بعد كده خلصنا، قلت لك بعد كده لسه مخلصينه حالا. انا بعمل حلقه البريدين ديت ظروفها تعبانه جدا، عايز انشطها، انشطها بايه؟ احط عليها اكتيفيتنج جروب، سواء بمثل سواء في حاله البيكولين والليتودين والكولينيدين، بعمل اكتيفيشن بالبوستيف اندكتيف افكت بالنسبه للميثايل جروب، بتخلي الكترونات الاسرع مبدئيا مايله ناحيه حلقه البريدين، فكده بعمل لها عمليه ايه؟ اكتيفيشن، او ان انا احط مين؟ الكترون دونيتنج جروب بالبوستيف ميزوميريك او البوستيف ريزونانس افكت زي الاو اتش جروب. ده دي هتعمل عمليه ايه؟ اكتيفيشن. طب لو الاو اتش دي مكانها ان اتش 2، نفس الكلام، ان اتش 2 جروب مكان الاو اتش هتعمل لها اكتيفيشن، زي كانها انسى الان دي خالص، كانك عندك انيلين.
الانيلين زيه زي الاو اتش لان عليها لون بير، هتديهم لحلقه البنزين او حلقه البريدين، يبقى هعمل اكتيفيشن للحلقه نتيجه للبوست في ميزوميريك او البوست في ريزونانس افكت. وضعت يا سيدي او سي اتش 3 اهو، ما اعطي لك امثله اهي للالكترون دونيتنج جروب، او اتش او سي اتش 3 ان اتش 2، الثلاثه دول بيشتركوا في ان انا عندي هيتيرو اتوم اللي هي الاوكسجين اللي عندي في الاو اتش، او الايثر اللي هي الميثوكسي جروب ديت، او النيتروجين يم ال ان اتش 2، كلهم عليهم ايه؟ الان عليها لون بير، الاو عليها لون بير، الاو عليها لون بير، اللون بير دولت هيروحوا فين؟ احطهم في جيبي؟ لا، اللون بير دولت هيقوموا جايين عاملين داخلين لجوه الحلقه، بقول عليهم سترونج اكتيفيتنج جروب نتيجه للبوست في ميزوميريك افكت، يبقى هينشطوا لي الحلقه بالنسبه لمين؟ للالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. يبقى في الحاله ديت الالكتروفيليك سبستيوشن هيتم بسرعه بالمقارنه بمين؟ بالمقارنه بالبريدين، بالمقارنه بالبريدين. يبقى لو جبت لك اي حاجه من دولت، لو عندك البيكولين ده مثلا، وقلت لك الليتودين والكلوليدين، مين اللي يتم عليه الالكتروفيليك سبستيوشن احسن؟ ورابع حاجه البريدين طبعا الكوليدين. ليه؟ لان عنده ثلاثه ميثايل اللي هم ثلاثه بوزيتيف اندكتيف، يا ليه اللوتيدين اثنين ميثايل اثنين بوزيتيف اندكتيف، يا ليه اخر حاجه في البيكولينز البيكولين لان له واحده فقط ميثايلها بوزيتيف اندكتيف، اخر واحده في الترتيب اللي هو البريدين اللي هو الانسب ستيوتد البريدين زي ما ربنا خلقه كده هيبقى اضعف واحد. طب لو عندي ثلاثة نيترو بريدين طبعا هيبقى كلش ضعيف، ده انا حطيت في الثلاثة بوزيشن نيترو جروب، النيترو جروب مجموعة ساحبة للالكترونات، عبارة او علاوة على ان الان اصلا بتاعة البريدين هذه ساحبة للالكترونات بالماينس ميزوميريك والماينس اندكتف، يبقى الثلاثة نيترو بريدين اضعف قليلا، عمره ما يتم عليه الكتروفيليك سبشن رياكشن. يعني انا زودت الطين بلة، عندي نيترو جروب بتسحب الالكترونات وعند الان بتاعت البريدين ساحبه للالكترونات، يبقى عمره ما يتم عليه اي الكتروفيليك سبستيوشن ايه؟ سبستيوشن رياكشن. نيجي بقى للنيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، انا هنا بتكلم على مين؟ على نيوكلوفيليك. نيوكلوفيليك يعني ايه؟ يعني عندي نيوكليوفايل، عندي نيوكلوفايل شحنه سالبه او انشيرد الكترون بير موجودين، دول بتعريف كلمه نيوكلوفايل. نيوكلوفايل عندي ذره عليها نيجاتيف تشارج او انشيرد الكترون بير، يعني حاجه مصدر للالكترونات يا عزيزي، مصدر للالكترونات، مصدر لمين؟ للالكترونات. ماشي يا سيدي، مصدر للالكترونات يعني الكترونات سالبه. سالبه يعني ايه؟ يعني الراجل ده هيروح يهاجم مين؟ عايز واحد موجب، عايز واحد موجب نيوكلوفايل. طيب النيوكلوفايل ده خدت طبعا في الكورس الاولاني الارايل هالايد اللي هو عندك الكلورو بنزين والبرومو بنزين والايودو بنزين اللي بقول عليها ارايل هالايد اكس، اكس ده زي كلورو. التفاعلات اللي كانت بتتم على الراجل ده يا سيدي كان طبعا بتتم عليه الكتروفيليك سبستيوشن، وفي نفس الوقت كان بيتم عليه ايه؟ بيتم عليه نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. ليه ده بيتم عليه نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن؟ ليه؟ لان انا عندي الهالوجين بيسحب الالكترونات من حلقه البنزين، يبقى المكان ده هو هيبقى لما الهالوجين ده يسحب يبقى المكان ده عليه شحنه ايه؟ شحنه موجبه. هيجي شحنه موجبه يبقى يجي النيوكلوفايل هيقوم جاي ماسك، ما هو نيوكلوفايل سالب هيروح ماسك لي في المكان اللي فيه شحنه ايه؟ شحنه موجبه. في عندي هنا نيترو جروب هيبقى زي الفل اهو، الان بتسحب زي ما احنا عارفين مش بتسحب. طيب انا هنا بقى مش الكتروفيل، عندي نيوكلوفيل واحد عليه سالب، السالب ده علشان يروح على حلقه اروماتيه هيروح على المكان فين؟ المكان اللي الشحنه السالبه فيه كلش قليله، يعني بمعنى اخر فيه شحنه ايه؟ شحنه موجبه. ما هو لان هو اصلا سالب، السالب عاوز ايه؟ عايز موجب. انا هنا بتكلم على النيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، عكس الكلام اللي قلناه في الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. انا عندي هنا الريجنت بتاعي اللي هيخش على حلقه البريدين او جدلا حلقه البنزين راجل سالب، السالب ده عاوز حلقه مليانه الكترونات شبهه، سالب هيتفاعل مع سالب؟ مستحيل. السالب ده عاوز حلقه تكون ايه؟ تكون الالكترون دينست اللي جواها كلش قليله، علشان يعمل لي مين؟ نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. نيوكلوفيليك سبست ده نوع اخر من التفاعلات اللي بتتم على البريدين.
نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. اول حاجه قلنا الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن موجب، ادي رقم واحد. ده رقم اتنين، نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، يبقى ده نيوكلوفايل هيخش على الحلقه الاروماتيه بتاعت البريدين، هيعمل عمليه استبدال. استبدال لمين؟ استبدال لمين؟ للحاجه اللي ماسكه في حلقه البريدين وعليها شحنه موجبه، على الكربونه اللي تملك شحنه موجبه. شحنه موجبه هتجيبها منين؟ حلقه البريدين لازم هكون متصله بذره هنا اهوت عندي، او مجموعه من الذرات زي البروم زي الكلور بتسحب منها الالكترونات. مش ديت، مش ديت اكثر سلبيه كهربيه، هتسحب كده. يبقى الكربون اللي عند ديت اللي عليها السهم ديت هيبقى شحنتها ايه؟ اللي بتسحب منه ده يبقى شحنته، شحنته موجب. يبقى النيوكلوفاين هيروح للمكان اللي الالكترون دينست فيه كلش قليله. الالكترون دينست قليله يعني ايه؟ يعني اعتباطا فيه شحنه موجبه. يبقى السالب هيروح يتفاعل مع الموجب. يبقى انا هنا في النيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن عكس الكلام اللي كنا بنقوله في الالكتروفيليك سبستيوشن. انا هنا التفاضل علشان يتنشط النيوكلوفيليك سبستيوشن عايز حلقه البريدين يكون الالكترونات اللي جواها كلش قليله. وهنا ليه بقى ده مناسب في البريدين؟ اشمعنى ما قلناهوش ليه في الفايف ممبر رينج؟ لان انا عندي هنا ايه اللي مساعد على الموضوع ان يحصل نيوكلوفيليك سبستيوشن ده؟ ايه اللي مساعد؟ ان نفس الكلام اللي قلناه، النيتروجين اللي عندي دي هتلاقي ماينس اندكتيف وماينس ميزومير ساحبه للالكترونات، بالماينس اي والماينس ام هتسحب كده. يبقى الكربونه دي ظروفها ايه؟ عليها شحنه موجبه، يبقى النيوكلوفايل السالب يروح للشحنه الموجبه. بس كده يا مؤمن، هو ده دي الزتونه في الموضوع. يبقى الراجل النيوكلوفايل اللي عندي ده هو بقى اي نيوكلوفايل ربنا خلقه، راجل بيحمل شحنه سالبه او عليه انشرد الكترون بير، كل من هو عليه شحنه سالبه او عليه انشرد الكترون بير ينتمي الى عائله النيوكلوفايل. سالب، السالب ده عشان يتفاعل، يتفاعل مع مين؟ يتفاعل مع موجب، يتفاعل مع موجب. طب انا لو عندي بنزين بس، هل ده يتم عليه نيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن؟ ده عمر لو وقفت على ودانك عمره ما يتفاعل. ليه؟ لان انا عندي هنا 6 الكترون، ادي عندي 3 باي بوند عباره عن 6 الكترونات، 6 الكترونات موجوده يعني شحنه سالبه، وهجيب له نيوكلوفايل سالب يتفاعل مع بعض ازاي ان شاء الله؟ عمر التفاعل ما يتم. التفاعل يتم امتى؟ احط بقى على حلقه البنزين دهيت مجموعه ساحبه للالكترونات زي الكلورو زي البرومو زي النيترو، اي مجموعه ساحبه للالكترونات. المجموعه الساحبه للالكترونات تعمل ايه؟ هتسحب من الايه؟ من حلقه البنزين، من الكربونه اللي عندي ديت. لما تسحب من الكربونه ديت، الكربونه تكتسب شحنه ايه؟ شحنه موجبه جزئيه. خلاص يا سيدي، يجي هذا النيوكلوفايل يقوم داخل على المكان اللي فيه الشحنه الموجبه ويحل محل مين؟ محل البروم، محل الكلور، محل النيترو، حسب بقى الايه؟ المجموعه اللي موجوده عند الساحبه للالكترونات. يبقى الراجل النيوكلوفال ده اول ما هيتوجه، يتوجه للمكان هيحصل له اديشن على مين؟ على المكان، اكبر مكان فيه شحنه موجبه. الكلام ده سيادتك واخده في الاراي الهلايد في الكورس الاولاني، او النيترو بنزين. النيترو بنزين كنت بقول لك كلش ضعيف بالنسبه للالكتروفيليك سبستيتيوشن، انما دلوقتي سيادتك انا بتكلم على مين؟ نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، نوع تاني من التفاعلات. نوع تاني من الايه؟ من التفاعلات. طيب نرجع لمرجوعنا. امسح الكلام ده. طيب بص بقى يا سيدي، يبقى انا دلوقتي بتكلم على النيوكلوفيليك سبستيتيوشن. اما نعمل عمليه الريزونانس ديت هتعرف سيادتك النيوكلوفايل ده هيروح فين بالظبط. ادي مش احنا قلنا النيتروجين ديت بتاعت البريدين مبدئيا عارفين ان هي ساحبه للالكترون بالماينس اي والماينس ام هتسحب. انا اول حاجه عندي هشوف هو يا اما هل النيوكلوفيليك سبستيوشن ده بيتم على انهي بوزيشن؟ هل على اثنين ولا على ثلاثه ولا على اربعه؟ محدش يقول لي خمسة وستة اقول لك انت راجل هندي. احنا لو عدينا منها هتبقى دي اتنين تلاتة اربعة، ماشي. يبقى ده البوزيشن رقم ايه؟ كربون رقم اتنين، ومرة على الكربون رقم تلاتة، ومرة على الكربون رقم اربعة. طيب هنعمل النيوكلوفايل هيعمل اتاك على الكربون رقم اتنين، رقم اتنين. ها
طب عمل هنا اتاك على رقم اتنين، ده نيكروفايل عليه شحنه سالبه، يعني القطره هو جايبها معاه وداخل البيت جايب قطرته معاه، يبقى الباي بوند الراجل ده لما نيجي في الشر اللي عندي هتعمل قطره مع هذه الكربونه، يبقى اكيد الكربونه الباي بوند دي هتروح على مين؟ على الان، اهو بقت موجوده على الان عليها شحنه سالبه. واحد هندي هيقول لي ايه الاكس اللي طلعت من هنا ديت؟ هتقول لك انت مالكش في اي حاجه خالص، ما كل هيدروكربونه من ديت متصله بهيدروجين، زي ما كنا بنتكلم في الالكتروفيليك سبستيتيوشن متصله بهيدروجين، تمام زي الفل. النيجاتيف تشارج اللي موجود على الان هتفضل زي ما هي كده كده، لا ابدا بيحصل لها اوفرلابنج، هتنزل هنا يبقى الباي بوند ديت هتيجي على هذه الكربون يبقى عندنا شحنه سالب، اداني الشكل ده يحصل له اوفرلابنج هنا يبقى الباي بوند ديت هتيجي على هذه الكربون اصبحت على هذه الكربون، ده هيحصل له اوفرلابنج زي ما انت شايف كده، يبقى في الحاله ديت الهيدروجين ده هياخد الاسره ويمشي، انا هنزل هنا باي بوند، بقت الكربونه دي حوالها خمسه، يبقى لازم الهيدروجين ده لما يخرج ما فيش واحد دلوقتي متسارع يقول خرج اس بروتون، بروتون ايه يا راجل يا بروتون، ده الكربونه حواليها خمسه يبقى لازم تفقد اسره من اللي ما تفقد الكربونه اللي تفقد، يبقى الهيدروجين ده هياخد الاسره اللي بينه وبين الكربون ويتكل على الله، لما يتكل على الله يبقى عليه شحنه سالبه، قلت لما يبقى عندك هيدروجين وعليه شحنه سالبه يبقى الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه هيدرايد، اسمه ايه يا شباب؟ هيدرايد. هل الكلام ده قلت لك؟ اقول لك قبل كده قلت لك الهيدروجين حاجه من ثلاث حاجات، يا اما هيدرايد زي اللي قدامك ده اتش عليه شحنه سالبه، يا اما اتش عليه شحنه موجبه يبقى اسمه بروتون، يا اما اتش عليه الكترون فقط يبقى اسمه راديكال. لا اسمه ايه؟ راديكال. طيب تمام، يبقى الراجل ده خرج از هيدرايد، يعني الهيدروجين خد الاسره واتكل خدها معاه ومشي، او خرج از هيدرايد واتبقى عند مين؟ اتبقى عند البرودكت. لما اجي ابص في الموضوع ده انا بقول هنا في الاول خالص ان الهيدروجين ديت لها ايه؟ لها ماينس اي وماينس ام. طب هل هنا في الاتاك على البوزيشن رقم اثنين حصل ماينس اي وماينس ام؟ ايوه اهو الباي بوند جت على الان، والان بتسحب الاسره السنجل بوند اللي هي موجوده بينها السيجما بوند اللي موجوده بينها وبين الكربون، يبقى ده ماينس اي والباي بوند سحبتها يبقى ماينس ام او ماينس ريزونانس افكت اشتغلت بالاثنين، يبقى كده الان اللي هنا دي موجوده لها دور، لها دور بالظبط، يبقى كده تمام. يبقى هنا بقول لك النيجاتيف تشارج هيت موجوده على النيتروجين اتوم، يعني معنى ذلك ان النيتروجين ديت اشتغلت الشغل بتاعها ان هي الكترون وذروينج جروب بالماينس اي والماينس ام. تعالى بقى لما نعمل اتاك بالنيوكلوفايل على البوزيشن رقم ثلاثه. نيوكلوفايل يعني معاه رابطته معاه وهو جاي شحنه سالبه هي اللي هتكون الرابطه مع هذه الكربونه. اهو. مع هذه الكربونه، يبقى معنى ذلك الباي بوند دي هتروح فين؟ عكس اللي كنت بقوله لك في الالكتروفيليك سبستيتيوشن، يبقى الاثر ده هتروح على الرقم كام؟ رقم اربعه، اهو رقم ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، النيوكلوفايل هيعمل اتاك على الكربونه رقم ثلاثه، اهو اهو ماسكه بقى نفس اللي فوق، نفس اللي كان هنا بس هنا في اثنين هنا في ثلاثه، بقى عندي هنا شحنه سالبه. طيب يا عم اعمل اوفرلاب، اعمل الريزونانس ديت هتنزل لي هنا، يبقى الباي بوند ديت هتيجي على هذه الكربونه زي الفل، اداني الشكل ده. بعد كده الباي بوند دي هتنزل هنا، نيجاتيف تشارج هتنزل هنا تعمل لي اسره باي، يبقى هنا يبقى الباي بوند هتتحرك هتيجي مين؟ هتيجي على هذه الكربون، هيدي لك الشكل اللي قدام حضرتك ده. كمل الريزونانس دي هتيجي هنا تعمل لي اسره هنا، يبقى غصب عني الكربونه دي بقى حواليها خمس اواصر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى لازم الهيدروجين ده هياخد الأسرة ويمشي، يعني هيخرج أز إيه؟ هيدرايد. نفس الكلام خرج أز هيدرايد وإداني البرودة. تعالى كده بقى لما عملت أتاك في على الكربونة رقم ثلاثة بالنيوكلوفايل اللي موجود عندي، بص كده النيتروجينة هنا جه عليها نيجاتيف تشارج، النيتروجينة ديت لها دور في الموضوع أهو، دي لما جت هنا حصل لها اوفرلابنج هنا الباي بوند اتحركت هنا، هل النيتروجينه هنا لها النيتروجينه ديت لو انا شلتها من هنا خلاص كانها مش موجوده، كانها مش موجوده، هل لها اي دور؟ هل سحبت الكترونات؟ هل اصبح عليها شحنه سالبه؟ هل اشتغلت شغلها؟ هل عملت لماينس ميزوميريك افكت اللي هو اهم حاجه عندي؟ هل عملته؟ ما عملتوش، يعني كانها لم تسحب الالكترونات من البريدين رينج، والنيوكلوفايل داخل بالالكترونات بتاعته عايز مكان يكون فيه الكترون دينيس قليله، يبقى ما اشتغلتش ما عملتش اي حاجه اهو، بدليل ان النيتروجين ما جاش عليها شحنه سالبه خالص،
لما عملت اتاك على البوزيشن رقم 3؟ فين شغل النيتروجين اللي عندي هنا اللي هي ماينس ميزوميريك وماينس اندكتيف ولا اي حاجه؟ هي والعدم سواء، كان لو بعمل الكلام ده على بنزين هيعمل لي نفس الكلام ده بالظبط. يبقى هنا في الكلام، طيب اجي ابص هنا في البوزيشن رقم 2 كان ايه اللي حصل اهو؟ النيتروجين اشتغلت شغلها، النيتروجين سحبت الكتروناتها، هي سحبت الالكترونات اصبح عليها شحنه سالبه، خدت الباي بوند اللي هنا اصبح عليها شحنه سالبه. طيب نيجي لما نعمل اتاك على البوزيشن رقم 4، ادي رقم 4 نيوكلوفايل اهوت مع الكترونات مع الرابطه اللي هيكونها مع الكربونه اللي هنا اهو، هيعمل معاها رابطه، يبقى الباي بوند ده هتروح على فين؟ هتروح على رقم 3، ادي عندي شحنه سالبه اهي، اعمل ريزونانس هتنزل هنا يدعمل هنا باي بوند، يبقى الباي بوند ده هتروح على مين؟ هتروح على الان، الان هنا اصبح عليها شحنه ايه؟ شحنه سالبه، اشتغلت شغلها بالظبط، عملت مين؟ ماينس ميزوميريك افكت. اجي بعد كده الشحنه السالبه دي يحصل له اوفرلابنج تنزل هنا، يبقى الباي بوند ديت هتيجي هنا كشحنه سالبه تديني الاستراكشر ده. اجي بعد كده اعمل هنا اوفرلابنج، يبقى هيعمل هنا دبل بوند، يبقى الكربونه دي اصبح حولها 5 اواصر، يبقى غصب عن الكربونه اللي ماسك فيها الهيدروجينه ديت لازم الهيدروجينه ده تاخد الاسره وتمشي وتخرج از ايه؟ هيدرايد، ويديني البرودكت ده. يبقى تيجي تبص للشكل ده، رقم 2 ايكويفالنت لرقم 4، النيتروجين اللي لها ماينس ميزوميريك افكت، المجموعه الساحبه للالكترونات خارت الالكترونات واصبح عليها شحنه سالبه. الاتاك على البوزيشن رقم 3 ولا اكن الان موجوده اصلا، وجودها زي عدمه، هل الان سحبت الكترونات واصبح عليها شحنه سالبه؟ ماكو، كل الشحنه السالبه موجوده على الكربون، برضه هنا موجود على الكربون، وفي نفس الوقت موجود على مين؟ موجود على الان، سواء في البوزيشن عملت اتاك على البوزيشن رقم 2 او على البوزيشن رقم كام؟ رقم 4. وبناء عليه، وبناء عليه النيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن، يعني اي نيوكلوفيل ما يجي يتفاعل مع البريدين يروح في البوزيشن رقم 2 او رقم كام؟ او رقم 4. يبقى الكلام ده كله نتيجه لايه؟ لان النيجاتيف تشارج حصل لها شيفتنج، والان اصبحت نيجاتيفلي تشارجد، كان على اصبح عليها شحنه سالبه، معناها ان هي هنا الكترون وذروينج جروب، وانا بعمل اكتيفيشن للنيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن ان انا احط الكترون وذروينج جروب بالماينس ميزوميريك افكت، لازم يكون تاثير قوي، يكون تاثير ايه؟ قوي بالميزوميريك افكت، ماينس ميزوميريك افكت. انا بقول لك نيوكلوفايل واحد عليه شحنه سالبه او الكترونات، علشان يتفاعل مع الحلقه عايزه ايه؟ يكون الالكترون دينست جواها قليله، سالب عاوز موجب، اجيب له موجب منين؟ احط ذره ساحبه للالكترون. مش احنا اتفقنا من اول محاضره في البريدين ان الان يم البريدين لها ايه؟ ماينس اندكتيف وماينس ايه؟ ماينس ميزوميريك، يعني الكترون وذروينج جروب بالماينس ميزوميريك افكت والماينس اندكتيف افكت، وبناء عليه لنفس الماينس اندكتيف والماينس ميزوميريك، فهي هذه النيتروجين في البريدين دي اكتيفيتنج بالنسبه لمين؟ للالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. وبالنسبه للنيوكلوفيليك وجود الان اللي لها ماينس ميزوميريك وماينس اندكتيف افكت تعتبر بالنسبه للنيوكلوفيليك سبستيوشن رياكشن اكتيفيتنج جروب، لان ده سالب وانا بقلل الالكترون دينس جوه حلقه البريدين، فبالتالي التفاعل هيتم. احنا في البيرول جبنا سيره نيوكلوفيليك سبستيوشن؟ ابدا. في الفيوران جابنا سيره نيكروفيليك سبستيوشن؟ ابدا. في الصيوفين جابنا سيره نيكروفيليك سبستيوشن؟ ابدا. ليه؟ لان الرنج متروسه الكترونات، متروسه الكترونات، انما انا عندي هنا ايه؟ ليه؟ لان النيتروجين او الاكسجين او السلفر في حاله الفايف ممبر دول كانت الكترون دونيتنج جروب بالبوزيتيف ميزوميريك افكت، انما الراجل ده هنا ايه؟ ساحب للالكترونات، فبالتالي السحب للالكترونات ده ينشط مين؟ النيوكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. يبقى هنا لما عملت الشكل العالي ده من غير اي سبستيتيوشن على حلقه البريدين، على حلقه البريدين خرجت هنا الهيدرايد اللي عندي ده، الهيدرايد ده الاتش ده از هيدرايد اللي هو عباره عن بقول عليه بور ليفنج جروب، بور ليفنج جروب، علشان كده التفاعل ده يحتاج درجه حراره عاليه او اوكسيدايزنج ايجنت. طب لو ما كان الهيدرايد ده على حلقة البريدين دي يا شباب، في عندي مجموعة ساحبة للإلكترونات، يبقى أفضل إن النيوكلوفايل يهاجمها ولا إن أنا أطلع الهيدرايد الاتش از هيدرايد؟
بمعنى اخر ايه؟ يعني سيادتك لو جيت هنا في البوزيشن ده حطيت بي ار اهو، مش البي ار اعلى ثلجيه قربنا من الكربون فهتسحب الالكترونات كده، يبقى عندي هنا شحنه موجبه، يبقى كاني بقارن بقول لك مين الافضل، البروم ان هي هتخرج كجود ليفنج جروب او التفاعل يتم هنا اسرع، ولا يكون مكان البروم ديت احط اتش، التفاعل يتم اسرع منين؟ طبعا الاسرع ان يكون عندي بروم، ما عنديش بروم وكان عندي اتش خلاص فبها ونعمه التفاعل هيتم، بس انا لو عندي هنا مجموعه ساحبه للالكترونات والان دي بتسحب الالكترونات، يبقى هنا الكربونه ديت كلش عليها الكترو بوزيتيف تشارج، الكترو بوزيتيف تشارج، فمن اللي هاجمها؟ هتتهاجم بسرعه من الراجل الذي يحمل هذه الشحنه السالبه اللي هو النيوكليوفايل. يبقى كده بقول لك حطيت بروم، حطيت كلور، اي مجموعه، حطيت نيترو، مجموعات السحابه الالكترون هتسحب من الكربون، لما تسحب الكربون يبقى الكربون عليها شحنه موجبه، يبقى النيوكليوفايل هيفعلها بيتفاعل معاها بسرعه جدا. طب انا لو كان مين اللي يتفاعل بسرعه، البروم ولا الكلور ولا البروم ولا الهيدرايد؟ يعني ما يبقى عندي هنا اتش، لا البروم افضل من الهيدرايد، من الاتش، النيترو افضل من الهيدرايد، الكلور افضل من الهيدرايد، اليود افضل من الهيدرايد، الفلور افضل من الهيدرايد، لان كل دول بيقول عليهم ايه، جود ليفنج جروب، جود ليفنج جروب، مجموعه مغادره ثابته ونشطه جدا بتخرج بسرعه وتخلي التفاعل يتم عند ايه، بسرعه. انما الهيدرايد الاتش بيخرج از هيدرايد، يعني اتش سالب، ده بيطلع بالطبل البلدي بيطلع بصعوبه، بيقول عليه ايه، بور ليفنج جروب. يبقى الافضل ما يبقى عندي ليفنج جروب، مجموعه مغادره كويسه، جود ليفنج جروب افضل ولا البور؟ طبعا الافضل، بس لو ما عنديش الا اللي هو البور اللي هو الاتش هيخرج هيدرايد خلاص هيخرج غصب عنه، انما لو عندي بروم يبقى البروم افضل. ليه؟ لان البروم هتسحب من الكربونه اكثر، الكترونيجاتيفيتي بتاعتها اعلى، يبقى الكربونه دي عليها شحنه موجبه اكثر، فبالتالي التفاعل هيتم اسرع. ليه؟ لان عندي النيتروج دي من ناحيه بتسحب والبروم من ناحيه بتسحب، يبقى المكان ده هو كلش عليه الكترو بوزيتيف تشارج عاليه، فبالتالي التفاعل هيتم اسرع. التفاعل هيتم ايه حضرتك؟ اسرع. طيب عندي هنا اول حاجه من التفاعلات اللي بنتم عليها نيوكليوفيليك سبستيوشن رياكشن على البريدين، حاجه اسمها تشيتشي بابين رياكشن. تشيتشي بابين رياكشن ده، تشيتشي بابين رياكشن، تشيتشي بابين رياكشن، عشان سيادتك بس تعرف تنطق، تشيتشي بابين رياكشن او بين قوسين بيقول عليها امينيشن اوف بريدين. امينيشن اوف بريدين يعني ايه؟ امينيشن يعني هدخل على البريدين ايه، امينو جروب اهو. تشيتشي بابين رياكشن بقول عليها امينيشن اوف بريدين، يعني هدخل على البريدين امينو جروب. بالله عليك البريدين ديت اللي عليها لون بير، ممكن تبقى جايه عندي من امونيا او جايه عندي من صودا مايد ان اي ان اتش 2، ده هيشتغل از ايه بالله عليك؟ ده قلت لك النيوكليوفال اهو لون بير من الالكترون او شحنه سالبه، يبقى ده سترونج نيوكليوفايل، سترونج نيوكليوفايل ال ان اتش 2 بتاعت الصودا مايد، ال ان اتش 2 سترونج نيوكليوفايل. طيب يبقى الراجل ده هيعمل ايه اهو؟ لا اهو الصودا مايد اهو ان ان اتش 2 اسمها صودا مايد في وجود الميه، يبقى الراجل ده ال ان ان اتش 2 اهو ده النيوكليوفايل بقى اللي عندي اهو، ال ان عليها لون بير او شحنه سالبه اهو، وال ان بتسحب، يبقى الراجل ده هيروح يجي لي فين في البوزيشن رقم كام؟ رقم 2، بقول عليه بيديني اورثو سبستيتيوتد بريدين اهو، اداني 2 امينو بريدين، 2 امينو بريدين، 2 امينو بريدين، يبقى اخونا اللي تشيتش بيبن رياكشن ده او بقول عليه بسميه بقول امينيشن اوف بريدين، من الاسم امينيشن اوف بريدين، يعني هدخل انتروداكشن انتروديوس اوف امينو جروب انتو بوزيشن اوف بريدين باستخدام حاجه اسمها صودا مايت في وجود مين؟ في وجود الماي، على صوديوم ايمايد او صودا مايد، الاثنين هم ايه بيساووا بعض بالظبط، اقول صوديوم ايمايد او صودا مايد مفيش فرق بين ايه، بين الاثنين. يبقى الراجل عندك اهو ما تشغلش بالك بقى بالصوديوم دي خالص، الصوديوم دي ما تشغلش بالك بقى، انا عندي ال ان اتش 2 اهو، ال ان اتش 2 شحنه سالبه نيوكليوفايل، يبقى هيروح فين اهو، ال ان بتسحب، يبقى ها يبقى المكان ده ايه، الالكترو بوزيتيف تشارج الشحنه الموجبه عليك كانت كتيره، يبقى الراجل السالب ده يروح للموجب هيدينا الراجل ده، واكمل الريزونانس بتاع ده هتيجي هنا وبعدين دي تيجي هنا
وبعدين ديت هتيجي هنا، يبقى لازم مين اللي يخرج حضرتك؟ الاتش از ايه؟ از هيدرايد. الاتش هيدرايد قلت لك اتش سالب، هياخد الان ايه الموجب تديني صوديوم هيدرايد. صوديوم هيدرايد ان ايه اتش ده اسمه صوديوم هيدرايد. اي حاجه فيها هيدرايد ربنا خالقها علشان تشتغل از ايه؟ ريديوسنج ايجنت. اقول لك صوديوم ليثيوم المونيوم هيدرايد، صوديوم بورو هيدرايد. على طول ما تلاقي كلمه هيدرايد تعرف ان الراجل ده اشتغل از ايه؟ عامل مختزل ريديوسنج ايجنت، ده دوره في الكيمياء العضويه في التاريخ. فده صوديوم هيدرايد. يبقى الاتش اللي طلع سالب مع الان ايه بتاعت السودامايد الموجب اداني صوديوم هيدرايد على السهم، ناقص ان اي اتش. واتبقى عندي مين؟ اتبقى عندي التو امينو بريدين. التو امينو بريدين يا شباب، بقول عليه بريدين اتنين امين. بريدين اتنين ايه؟ اتنين امين. طيب تمام. طيب يبقى دلوقتي اي نيوكلوفايد، انا دلوقتي عملت الامينيشن اللي هو تشيتش بيبن رياكشن، ده تشيتش بيبن رياكشن انا بقول عليه امينيشن او بريدين. ممكن اعمل ايه؟ اعمل الكايليشن اور اريليشن. بقول لك هنا ايه؟ نيوكلوفيليك سبستيتيوشن نيوكلوفايل. طيب يبقى دلوقتي الامينو جروب هنا حلت محل مين؟ اها محل الاتش. الاتش ده خرج از ايه؟ از هيدرايد. يبقى كلمه سبستيتيوشن حققناها هي اهو نيوكلوفيليك سبستيتيوشن. الان اتش 2 نيوكلوفايل كانه حل محل مين؟ اللي كان ماسك في الكربونه ده اللي هو مين؟ اللي هو الاتش اللي خرج از ايه؟ از هيدرايد. تمام. هنا سيادتك عند خدنا حاجه اسمها الاورجانوميتال او الاورجانوميتاليك ريجنت، حاجه اورجانيك متصله بميتال، شرحتها لك في الفايف ممبر درينج، حاجه زي الالكايل ليثيوم او الفينايل ليثيوم. مجموعه الكايل متصله بليثيوم، مين الاكثر سالبيه كهربيه؟ الكربون بتاعه الالكايل. يبقى هتسحب كده، يبقى الراجل ده سالب عليه بارشال نيجاتيف، والراجل ده الليثيوم عليه بارشال ايه؟ بارشال بوزيتيف. ار ام جي اكس جرينر ريجنت، ار ام جي اكس اهو مغنيسيوم ميتال اهو، الار بتسحب، الكربون اعلى سالبيه كهربيه من المغنيسيوم، وشرحت لك الكلام ده في بدايه المحاضره اللي فاتت بتاعت اول البريدين برضو في الاندكتيف افكت. يبقى هنا الار بتسحب، يبقى لها عليها ماينس اهو بارشال نيجاتيف تشارج، والمغنيسيوم عليه ايه؟ بارشال بوزيتيف تشارج. في الحاله دي هنا بقى الالكيل جروب اللي هنا ديت بقى في حاله الاورجانوميتاليك ريجنت ديت، اقول لها بوزيتيف اندكتيف واقول لا اقول لها ماينس اندكتيف. طبعا لها ايه؟ ماينس اندكتيف. اللي له ماينس اندكتيف يا شباب، سوري ماينس اي، اللي له ماينس اندكتيف الرجل الذي اكثر سالبيه كهربيه. طب انا عندي هنا مغنيسيوم مع كربون، ليثيوم مع كربون، من الاكثر سالبيه كهربيه؟ الكربون. يبقى هو ده اللي له ايه؟ ماينس اندكتيف افكت. في الحاله دي بقى الليثيوم والمغنيسيوم اقول لهم ايه؟ بوزيتيف اندكتيف. وهي دي الحاله الوحيده غالبا اللي الالكايل جروب بتشتغل فيها از نيوكلوفايل او از بيز، وشرحت لك الكلام ده قبل كده ليه؟ لان هو اكثر سالبيه كهربيه من الميتال اللي ماسك فيه. طيب تمام. اهو فينايل ليثيوم، فينايل ليثيوم يعني ايه؟ يعني عندي حلقه بنزين كده، حلقه بنزين ومتصله بليثيوم، ليثيوم موجب، والكربونه اللي ماسك وهنا بتاعت حلقه البنزين عليها ايه؟ عليها شحنه سالبه. القايل ليثيوم مثلا ميثايل، ميثايل ليثيوم اهو، يبقى عندي الليثيوم موجب اهو، والميثايل عليه بارشال نيجاتيف تشارج. قلت لك اللي عليه نيجاتيف تشارج هيشتغل حاجه من الاثنين، يا اما نيوكلوفايل يا اما ايه الاخر؟ يشتغل از بيز. هل الكلام ده لسه اول مره؟ والله قالوا لما صوتي راح فيه. طيب اهو الراجل ده عندك اهو، ده الفينايل ليثيوم اهو، مش ده نيوكلوفايل؟ احنا تعرف نيوكلوفايل يعني ايه؟ يعني راجل يحمل شحنه سالبه اهو، زيه زي الامينو جروب في اللي تشيتش بابين رياكشن اللي عدى ده بالظبط اهو، يعمل اتاك هنا نتيجه ليه؟ جه هنا لان سيادتك الان لها ماينس ميزوميريك وماينس اندكتيف، هتسحب الباي بوند، يبقى الراجل هنا ده شحنه موجبه، السالب عايز شحنه موجبه اهو، اداني ده واعمل التفاعل واعمل الريزونانس، في الاخر الاتش هتخرج از ايه؟ از هيدرايد. في النيكلوفيليك سبستيوشن الاتش بتخرج از هيدرايد، واداني مين؟ الاثنين في نايل بيريدين. ده يبقى لازم ده في نايل ليثيوم اورجانو ميتاليك،
ما حدش يجي يقول لي اجيب افعله مع البنزين يديني ده، تبقى انت راجل هندي. لما اجيب البنزين ذات نفسه كده، فين الشحنه السالبه اللي موجوده على البنزين؟ فين الشحنه السالبه؟ لازم يكون موجود على ايه؟ اورجانو ميتاليك، في نايل ليثيوم، في نايل ماجنيزيوم برومايد، اهم حاجه لازم يكون متصل بايه؟ متصل بميتال. متصل بايه؟ بميتال، بحيث الميتال يبقى عليه شحنه موجبه، والكربونه اللي موجوده عند هنا على حلقه البنزين يبقى عليها شحنه ايه؟ شحنه سالبه. يبقى في الحاله دي يشتغل از ايه؟ از نيوكليوفايل، زيه زي جرين ارتري ايجنت بالظبط، ار ام جي اكس. يبقى هنا بيشتغل از نيوكليوفايل، وقلت لك الناس ديت اللي عليه شحنه سالبه بيشتغل حاجتين، يا اما نيوكليوفايل لما يهاجم كربون عليها شحنه موجبه، اهو ده عشان قلت لك هنا اهو بيهاجم سالب، بيهاجم كربون عليها شحنه موجبه، او تملك الكترو بوزيتيف تشارج او كاري الكترو بوزيتيف تشارج، يبقى في الحاله دي بيقول عليه ايه؟ بيشتغل از نيوكليوفايل. انما لو راح خد لي اتش بروتون بقى اقول عليه بيشتغل از نيوكليوفايل؟ لا، هي نفس الكونسيبت، بس في الحاله لو خد لي اتش بروتون السالب، خد لي اتش بروتون، يبقى الراجل ده اقول بيشتغل عليه از ايه؟ از بيز. مش البيز بتاخد الاتش البروتون، فهو عليه شحنه سالبه. هو ايه اللي خلاه يشتغل از نيوكليوفايل واز بيز؟ هو وجود الشحنه السالبه. هنا بيقول لك ازاي احضر الاورجانوميتاليك ايجنت زي الجرين اردري ايجنت، اهو جبت الكايل هالايد ار اكس، اهو مش الار متصله باكس بهالوجين زي السي ال او البي ار او اليود او اي حاجه. الهالوجين اكثر سالبيه ماينس، اهو ماين عليه بارشال نيجاتيف تشارج، الكربون بارشال بوزيتيف تشارج. الراجل ده فعلته مع ماجنيزيوم ميتال، اهو اداني ار ام جي اكس. التفاعل ده في وجود الداي ايسايل ايثر، اي تي ديت اختصار ايسايل، يبقى ايسايل ادي ايسايل، وعند هنا اكسجين، وعند هنا ايه يا شباب؟ وعند هنا ايسايل سي اتش 3 سي اتش 2 او سي اتش 2 سي اتش 3 داي ايسايل ايثر. داي ايسايل ايه يا شباب؟ داي ايسايل ايثر، يبقى اي تي دي اختصار ايسايل، عندي كام؟ اثنين، ادي ايسايل وادي ايسايل، وبينهما مين؟ بينهم هذا الاكسجين ده ايثر. يبقى الراجل ده اداني ار ام جي اكس، ده بالتفاعل ده ما تمش. انا كده جايب لك من البدايه خالص الار ام جي اكس، مكان الار مكان عليها شحنه موجبه، لما حطيت الام جي وجت هنا بقت الار متصله بمين؟ بميتال، اقل منه في السالبيه الكهربيه، فانقلب الحال، اصبحت الار مكان ما هي متصله بهالوجين عليها شحنه موجبه اصبحت عليها شحنه سالبه. ليه؟ لان هنا الوقت بقت هي متصله بمين؟ متصله بمغنيسيوم، متصله بمغنيسيوم، ما عادتش متصله، هنا كانت متصله بالهالوجين، هنا مين اللي بقى متصل بالهالوجين؟ المغنيسيوم، والمغنيسيوم متصل من الناحيه الثانيه بمين؟ بالكربون، فالكربون اكثر منه سالبيه الكهربيه، اصبح عليه بارشال نيجاتيف تشارج، والراجل ده عليه بارشال بوزيتيف تشارج، اصبح نيجاتيف تشارج يعني نيوكليوفايل. نيوكليو ايه؟ نيوكليوفايل اهو. واروح بقى اعمل اتاك على مين؟ على البوزيشن رقم 2 في البر ايه؟ في البريدين. اعمل اتاك على البوزيشن رقم 2 فين يا شباب؟ في البريدين. يبقى الراجل ده فينايل ليثيوم ده دخل عند الفينايل، اتش تخرج از، هتخرج از هيدرايد ريديوسنج ايجنت، في وجود عندي اكسجين او 100 درجه مئويه، خرجت الهيدرايد اتش اللي هو السالب اللي موجود عندي طبعا مع الليثيوم، يبقى يديني ليثيوم، هيديني ليثيوم هيدرايد، ليثيوم هيدرايد. او هنا احط على الراجل دهوت لو حطيت عليه ميه، حطيت عليه ميه، الليثيوم اللي موجوده عندي ديت هتروح مع الاو اتش، تروح مع الاو اتش، مش انا عندي الميه اتش او اتش، يبقى الاو اتش السالب مع الليثيوم الموجب هيديني ليثيوم او اتش، وتبقى عندي اتش موجب، الاتش الموجب من الميه هيحل محل مين؟ محل الليثيوم، ويدينا الراجل اللي قدام حضرتك دوت واحد واثنين داي هيدرو اثنين فينايل بريدين. اثنين فينايل ايه يا شباب؟ بريدين، واحد واثنين داي هيدرو اثنين فينايل بريدين. بس لما احط عليه الاوتوماتيك الطبيعي هفعله مع الفينايل ليثيوم في وجود 100 درجة مئوية أو وجود الأكسجين هيديني الاثنين فينايل بريدين، نتيجة يبقى ده عبارة عن نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، أي حاجة عليها شحنة سالبة أو لون بير من الإلكترون هتشتغل أز نيوكليوفايل. طيب بص حضرتك كده،
قلت لك هنا ما ينفعش، عشان بس الشيء بالشيء يذكر، ما ينفعش نحط هنا مذيب زي الميه. ليه؟ اتش او اتش. تعرف هنا استفك لو حطينا ميه الراجل ده هيكون الار ام جي اكس، الار سالب هيلاقي الاتش موجب من الميه، هيقوم جاي واخد لي الاتش من هنا ومتحول الى الكان الى ار اتش، لانه فيري رياكتيف. وفي الحاله ديت الار لما تاخد الاتش بروتون من الميه يبقى تشتغل از ايه؟ اشتغل از بيز وتحولت الى ار اتش. افتكر الكلام ده كنا قايلينه في الفايف ممبر درينج في البايرول بالظبط. يبقى انا ليه ما حطيتش هنا ماي مكان الايثر؟ لان لو حطيت ماي الاورجانو ميتاليك ريجنت ده فيري رياكتيف، التفاعليه بتاعته عاليه جدا، الار ديت هتقوم مش عليها سالب، هتاخد الاتش الموجب وتتحول الى ار اتش، يعني تحولت الى ايه؟ هتتحول الى الكان. هو انا عاوز الكان؟ لا مش عاوز الكان، مش عايز احضر الكان، ده انا بحضر ريجنت عشان يروح يتفاعل لي مع البريدين على البوزيشن رقم اتنين ويحل لي محل الهيدرايد، ويحل محل الهيدرايد. ماشي يا شباب؟ يبقى علشان كده لازم التفاعل ده عشان يفضل الار ام جي اكس ده ثابت يبقى لازم في وجود مين؟ نان بولار سولفنت، في وجود مين؟ مين اقول عليه نان اكواس ميديا، في وجود مين يا شباب؟ في وجود الداي ايسايل ايثر، في وجود الايثر. لان لو حطيت ماي هذا الار ام جي اكس هياخد الار ديت هتاخد من الميه الاتش وتتحول الى ار اتش، يعني تتحول الى الكان. فين بقى ده بقى مين اللي هيروح يهاجم لي البوزيشن رقم 2 اللي موجود عندي في البريدين؟ الالكان ده ولا فيه شحنه سالبه ولا فيه احزانون، يبقى علشان كده لازم احط السولفنت اللي عندي مين يا شباب؟ داي سايل ايثر وليس الاقوس. طيب حضرتك جيت هنا قلت لك اهو بقى مكان كنت بطلع هيدرايت، مش كنت هنا كان موجوده اتش؟ الاتش دي انا استبدلتها وحطيت هنا كلورو. كلورو، طيب الكلورو ايه اللي بيحصل؟ اه بتسحب اكثر سالبيه كهربيه الكلور، والان بتسحب الماينس اي والماينس ام، ده حاجه زي الفل قوي. وده ده له ماينس اي فيري سترونج، تسحب من الكربونه، يبقى المكان ده هو ايه؟ هايلي الكترو بوزيتيف. الكو كي او اتش البوتاسيوم هيدروكسيد او الصوديوم هيدروكسيد، الاو اتش جت عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكلوفايل، وممكن تشتغل از بيز. ده هي لقت مكان عندي موجب يبقى هتشتغل از ايه؟ نيوكلوفايل. اهو ده النيوكلوفايل، تعالى يا عم الاو اتش اعمل لي اتاك على البوزيشن رقم 2. انا عندي هنا بقى مين اللي هيخرج كجود ليفنج جروب؟ مين اللي هيخرج؟ مش ده جت هنا، ديت هتيجي هنا واكمل الرزق، يبقى عندنا شحنه سالبه، بعد كده الشحنه السالبه دي تيجي هنا، يبقى الباي بوند ديت هتيجي هنا، هتبقى موجوده كده، يبقى الكربون ده حولها كام اسرح؟ 1 2 3 4 5، يبقى اللي يخرج الجود ليفنج جروب اللي هي مين؟ السي ال. التفاعل ده طبعا يتم اسرع من لو كان عندي هيدرايد، يعني لو كان عندي ديت اتش. الاتش ليه هيكون التفاعل هيتم ببطء؟ لان بقول عليها بور ليفينج جروب، عشان تخرج تخرج بصعوبه، وتخرج بصعوبه. انما السي ال ديت هتاخد البوتاسيوم وتخرج له از ايه؟ بوتاسيوم كلورايد، حاجه نيوترال وموجوده ستيبل زي الفل، ودخل عند مين؟ الاو اتش. الاو اتش الثاني مين بقى؟ ده اسمه بريدين 2 اول، يحصل له توتوموريزم يتحول الى مين؟ بريدين 2 اول. الكلام اللي لسه شرحه لك في اول المحاضره، يبقى الاو اتش ديت كان تعمل لي اكتيفيشن للبريدين بس بالنسبه لمين بقى؟ تعمل لي اكتيفيشن لحلقه البريدين بس لما اعمل عليها ايه؟ الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن، مش الاو عليها لومبير. الكلام لسه شرحه لك حالا اليوم، اهو يو هنا يبقى الدنيا في الارسو او البار. كنت بقول لك بعمل اكتيفيشن لحلقه البريدين يا اما بالالكايل ميسايل اللي هو اللوتيدين او البيكولين او الكولينيدين، او احط بوست في ميزوميريك افكت زي الاو اتش بتاعت الفينول او الان اتش 2 بتاعت الانيلين او الاو سي اتش 3 بتاعت الاروماتيك ايثر، او نفس الكلام. دخلت هنا او اتش، الاو اتش جت منين؟ سترونج نيوكلوفايل اللي هو مين؟ اللي هو البوتاسيوم هيدروكسيد او الصوديوم هيدروكسيد. النيوكلوفايل هيروح للمكان اللي فيه شحنه موجبه، وهنا هيحل محل مين بقى؟ مين؟ الجود ليفنج جروب اللي هي السي ال، اللي هي مين يا شباب؟ السي ال. اهو ده بيسحب، السي ال بتسحب والان بتسحب، يبقى المكان ده احسن مكان يحصل عليه التاج بمين؟ بالنيوكلوفايل اللي هو الاو اتش. طيب كان مكان السي ال ديت حطيت مجموعه نيترو، نفس الكلام هتخرج النيترو كجود ليفنج جروب مع البوتاسيوم، تديني بوتاسيوم
نيترايد ويحل محلها مين؟ الاو اتش، لانها بتسحب الالكترونات، يبقى المكان ده هيبقى هايلي الكترو بوزيتيف، فبالتالي الالكترو النيوكليوفايل عاوز حاجه عليها شحنه موجبه علشان يتفاعل معاها بسرعه جدا. طيب قبل ما نمشي بقى بالنسبه للنيوكليوفيليك سبستيوشن، لو جاي افرق بينه وبين الالكتروفيليك سبستيوشن، النيوكليوفيليك سبستيوشن انا عندي هنا نيوكليوفيليك اهوت سبستيوشن، وعندي هنا الكتروفيليك سبستيوشن، يبقى ده موجب وده عباره عن سالب او انشيرد الكترون بير. النيوكليوفيليك سبستيوشن رياكشن يبقى النيوكليوفايل بيعمل اتاك على الاروماتيك رينج، هنا الالكتروفايل بيعمل اتاك على الاروماتيك رينج، تمام زي الفل. هناك لما كنت بقول لك الريد ديتيرمينج ستيب في الالكتروفيليك سبستيوشن كان اسمها ايه؟ سيجما كومبلكس. السيجما كومبلكس ده كنا بنعرفه بنقول ايه؟ لما كنت بعمل في حاله البيرول او حاله الفايف ممبر درينج او البنزين ذات نفسه اللي خدته في الكورس الاولاني، وكل مشتقات البنزين والبريدين، حتى لما اتكلمنا في البريدين على الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن، كان لما كنت بكون السيجما كومبلكس كان بيبقى ايه جوه حلقه البريدين؟ السيجما كومبلكس ده كنت اعرفه اقول عليه كاربو كاتايون، هتلاقي الكربون في حاله الالكتروفيليك سبستيتيوشن، لان الالكتروفايل موجب هياخد بوند باي بوند من جوه الحلقه، فهيولد ايه في الحلقه؟ يولد فيها شحنه موجبه، عشان كده كنت بقول لك السيجما كومبلكس ده عباره عن ايه؟ كاربو كاتايون بيحصل له ستابيلايزيشن باي الريزونانس، وكنت بفقد فيه الاروماتيستي. ده باني هنا النيوكليوفايل في النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. هنا لما يعمل اتاك كنت بزود ايه داخل الحلقه؟ بزود شحنه سالبه، هنا نيجاتيف تشارج، يبقى هنا بزود نيجاتيف تشارج. في حاله الالكتروفيليك سبستيوشن لما كنت بفعل الالكتروفايل مع الاروماتيك رينج زي الفايف ممبر او البريدين ذات نفسه او البنزين، كنت بقول بكون سيجما كومبلكس. هنا في حاله النيوكليوفيليك سبستيوشن لما دخلت على الكربون اللي موجود عندي شحنه سالبه، وبرضه لما كنت بقول لك بيتم في 2 و4 النيتروجين كمان كان عليه شحنه سالبه في النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، اهو لسه ما رحناش بعيد، اهو شحنه سالبه، اهو شحنه سالبه، شحنه سالبه، شحنه سالبه، شحنه سالبه، شحنه سالبه، ماشي يا شباب. يبقى ده بقول عليه ايه؟ اهو اللي عليه شحنه سالبه يبقى اسمه ايه؟ اسمه كاربو، يبقى كاربو كاتاين ولا كاربو انايون. يبقى في الحاله ديت هيتكون عندي في النيوكليوفيليك سبستيوشن يتكون على الكربون وعلى النيتروجين شحنه سالبه، يبقى اسمه كاربو انايون وليس كاربو كاتاين. يبقى الكاربو كاتاين يعني كربون عليها شحنه موجبه في حاله الالكتروفيليك سبستيوشن. ده في حاله النيوكليوفيليك سبستيوشن يتكون عندي كاربو انايون. انايون يعني ايه؟ يعني سالب. كاربو كاتاين يعني ايه؟ يعني موجب. كاربو انايون زي ما انت شفت كده شحنه سالبه. الراجل ده كنت بقول لك اسمه سيجما كومبلكس في حاله الالكتروفيليك سبستيوشن. ده في حاله النيوكليوفيليك سبستيوشن الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه ميزن هيمر كومبلكس. ميزن هيمر، ميزن هيمر كومبلكس. الكلام ده لو كنت خدته من قرايه الهلايت في الكورس الاولاني كل ده سيادتك واخده بالتفصيل الممل، او خدته من نيترو بنزين كل ده موجود فيه، يبقى هنا اسمه ميزين هيمر كومبلكس. انما في حاله الالكتروفيليك سبستيوشن اسمه ايه؟ اسمه كاربو كاتايون. اسمه ايه يا شباب؟ كاربو ايه؟ كاربو كاتايون. او بقول عليه سيجما كومبلكس. طيب انا عندي هنا في الالكتروفيليك سبستيوشن الخطوه الاخيره في الالكتروفيليك سبستيوشن، انا كنت في عمليه السبستيوشن ديت في الالكتروفيليك سبستيوشن كنت بفقد ايه؟ كنت بفقد الهيدروجين از ايه؟ كنت بفقده از بروتون. كان بيخرج ويحل محله الالكتروفايل. ده في حاله النيوكليوفيليك سبستيتيوشن لو عندي هيدروجين، الهيدروجين لسه قايل لك حالا بيخرج از ايه؟ هيدرايد، بياخد الاثر معاه وهو ماشي ويخرج از ايه؟ هيدرايد. هيدرايد يعني ايه؟ عليه شحنه ايه؟ شحنه سالبه، اهو از هيدرايد. يبقى هنا في حاله الالكتروفيليك الاتش خرجت از بروتون، هنا في حاله النيوكليوفيليك سبستيوشن الهيدروجين بيخرج از هيدرايد. انما لو عندي جود ليفنج جروب مكان الهيدروجين اللي هو الهيدرايد، هي اللي هتخرج از ايه؟ از جود ليفنج جروب. كده فرقت لك ما بين الالكتروفيليك سبستيوشن وما بين النيوكليوفيليك سبستيوشن. وفي كلتا الحالتين الري ديتيرمينج ستيب هي خطوه
الاتاك بالنيوكلوفايل على البريدين رينج، زي ما كان هناك الريد ديترمينج ستيب، الخطوه اللي بتحدد التفاعل اللي هي تكوين السيجما كومبلكس، كانت الاتاك بتاع الالكتروفايل على مين؟ على حلقه البريدين او على الفايف ممبر رينج او على البنزين او على مشتقات البنزين. طيب نيجي بعد كده الوقت لما بقول لك هنعمل اكسده للبريدين، البريدين ده لما بنعمل له اكسده، البيكولين دي كلها، مش كنت بقول البيكولين ده مونو ميثايل بنزين اهو، يا اما في البوزيشن رقم 2 يا اما في البوزيشن رقم 3، دي بقول عليها الفا بوكولين، ديت بقول عليها بيتا بوكولين في البوزيشن رقم 3، ودي بقول عليها جاما بوكولين، شرح لك الكلام ده المحاضره اللي فاتت في بدايه البريدين في السورس بتاعته، ده بقول عليها جاما بوكولين. زي ما خدت في الكورس الاولاني عندك ميثايل جروب على اي اروماتيك رينج حتى زي البنزين، لما تحط عليها سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، هذه الميثيل جروب، هذه الميثيل جروب سواء تكون موجوده زي ما هي موجوده، هتتحول عندي الى ايه يا شباب؟ هذه الميثيل جروب بالاكسيديشن الى كاربوكسيليك اسيد جروب سي او او اتش. ففي حاله البيكولين تديني بيكولينيك اسيد، في حاله الراجل ده ثلاثة ميثايل بنزين بميثايل بريدين او البيتا بيكولين، البيتا بيكولين هتديني مين؟ نيكوتينيك اسيد، مش شرحنا المحاضرة اللي فاتت. يبقى البيكولينيك اسيد الكربوكسيليك اسيد جروب في البوزيشن رقم 2، في البيتا بيكولين هتديني مين؟ النيكوتينيك اسيد، اهو قلت لك اسمه بريدين ثلاثة كربوكسيليك اسيد، اهو واحد اثنين ثلاثة، يبقى اسمه نيكوتينيك اسيد. الراجل ده قلت لك برضو المحاضرة اللي فاتت دي في البوزيشن رقم 4 اللي هي الجاما بيكولين، ميثايل في البوزيشن رقم 4 هتتحول إلى كربوكسيليك أسيد جروب اسمها إيه؟ أيزو نيكوتينيك أسيد. الكلام ده شرحه المحاضرة اللي فاتت، أيزو نيكوتينيك أسيد. يبقى النيكوتينيك أسيد الكربوكسيليك أسيد جروب على البريدين في البوزيشن رقم 3، البيكولينيك أسيد الكربوكسيليك أسيد جروب في البوزيشن على البريدين رقم 2، الأيزو نيكوتينيك أسيد جايه من الاكسديشن يم الجاما بيكولين، السي اتش 3 موجود عندي في الجاما بوزيشن هيديني الايزو نيكوتينيك اسيد، الكربوكسيليك اسيد موجود عندي في البوزيشن رقم كام؟ رقم 4، رقم 4. يبقى هنا ايزو نيكوتينيك اسيد في رقم 4، نيكوتينيك اسيد في رقم 3، البيكولينيك اسيد في رقم كام يا شباب؟ في رقم 2. يبقى ده عمليه مين؟ عمليه الاكسديشن. يبقى قلت لك عرفت لك من يوم اول ما شفتك قلت لك اكسده، يعني ايه؟ يعني بنزع هيدروجين، نزعت هيدروجين اهوت وضفت مين؟ اكسجين. وضفت مين يا شباب؟ وضفت اكسجين عندي اهو، اهو نزعت اتنين هيدروجين وحطيت مكانهم اتنين اكسجين، فالميثيل جروب اتحولت الى كربوكسيليك اسيد جروب سي او او اتش، نزعت اتنين هيدروجين وحطيت محلهم ذرتين اكسجين، تاني كربوكسيليك اسيد جروب اهو، الراجل بيضحك لك اهو، كربوكسيليك اسيد ايه؟ كربوكسيليك اسيد جروب، كربوكسيليك اسيد جروب اهو بقى شكلك اهو، كربوكسيليك اسيد جروب. طيب احنا عارف، يبقى عمليه الاكسيديشن دي يا شباب بيحصل فيها لوس اوف الكترون، عمليه الريدكشن بيحصل فيها جين، اكتساب جين اوف الكترون، يبقى عمليه الاكسيديشن بيحصل فيها لوس اوف الكترون. يعني لما اقول لك عندي الحديد اف اي زائد 2، اف اي زائد 2 اتحول الى اف اي زائد 3، يعني عند فرس اتحول الى فرك، فرك ده زائد 3، الكلام ده يعني بتاع اناليتيكال اكيد واخدينه حتى في الثالث الاعدادي، فرس زائد 2 ده اسمه فرس، زائد 3 ده اسمه فرك، لما الفرس يتحول الى فرك يبقى الحديد ده اكتسب الكترونات ولا فقط؟ هو كان زائد 2 اصبح زائد 3، يبقى احنا الوقت الراجل اللي بيزيد عليه الشحنه الموجبه ده يبقى اكتسب الكترونات ولا فقط؟ اللي بيزيد عليه الشحنه الموجبه يبقى فقط اهو، يبقى لما اقول الفرس اتحول الى فرك يبقى حصل له عمليه ايه؟ اوكسيديشن. ده بالاكسده تعريف ايه؟ لوس اوف الكترون اهو، الفرس فقد الكترون اتحول الى فرك، يبقى هنا اقول ماينس او ناقص الكترون. الراجل ده كان زائد 2 لما فقد كمان الكترون اتحول الى زائد 3. زائد ايه؟ زائد 3. يبقى الاكسيديشن حصل لنا عمليه اوكسيديشن اكسده. يبقى الراجل ده اتحول الى حصل هنا لوس اوف الكترون. عمليه الريدكشن لو قلت عندك فرك فرك هيحصل العكس ويتحول الى فرس، زائد 3 هيتحول الى زائد 2، يعني الراجل ده هيحصل له عمليه اختزال،
يبقى الراجل ده عباره عن ايه؟ الراجل ده كسب الكترون، كسب الكترون. علشان كده ازاي الثلاثه لما حطيت عليها ماينس واحد، ما هو ماينس واحد ده اللي هو الالكترون اللي اكتسبه، ماينس واحد وزائد ثلاثه تتحول الى زائد ايه؟ زائد اثنين. فلما يتحول من فرك الى فرس يبقى حصل عمليه ايه؟ ريدكشن. ده عمليه الريدكشن هي ايه يا سيدي؟ تعريفها جينينج اوف الكترون، اكتساب الكترونات، اكتساب ايه؟ الكترونات. طيب بالنسبه للريدكشن، البريدين عندي يا شباب، ده البريدين. ايه البريدين؟ كده عملنا يبقى الاكسيديشن، البريدين عليه اي مثل، اي مثل تتحول الى كربوكسيليك اسيد. في البوزيشن رقم 2 يديني بيكولينيك اسيد، في البوزيشن رقم 3 يديني نيكوتينيك اسيد، في البوزيشن رقم 4 يديني ايزو نيكوتينيك اسيد. ودولت كلهم ينتموا الى عائله مين؟ البيكولين، لان هم مونو سبستيتيوتد ميثايل بريدين. الراجل ده اقول عليه الفا بيكولين، الراجل ده اقول عليه بيتا بيكولين، مش ده البوزيشن ده رقم 3 بقول عليه بيتا، ورقم 4 ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه جاما. هنا عملية الريدكشن، ريدكشن يعني ايه؟ يعني عند الباي بوند ديت ماكو حسب بقى ريديوسنج ايجنت. انت عندك في السورس بتاعنا اللي هو الهيدروجين والبلاتينم او الهيدروجين والنيكل والكلام ده كله، ماشي، احطه على البريدين هيديني البيبريدين. البيبريدين اللي كنت بقول عليه بالتسمية النظامية السيستميك نيم، كنت بقول عليه بير هيدرو بريدين او بير هيدرو ازين. بير هيدرو ايه؟ بير هيدرو بريدين او بير هيدرو ازين، ماشي يا شباب، بير هيدرو بريدين او بير هيدرو ازين، اللي هو مين؟ اللي هو البيبريدين. بالله عليك لما اقول لك البيبريدين ده، انما لو استخدمت هنا ريديوسنج ايجنت زي الليثيوم في وجود الايثانول وفي وجود الليكويد امونيا، ده عباره عن ريديوسنج ايجنت بس ايه؟ ضعيف شويه، هيعمل لي بارشال ريدكشن، هيحول لي الراجل ده الى 1 و4 داي هيدرو، 1 و4 داي هيدرو بريدين، 1 و4 داي هيدرو بريدين. استخدمت سترونج ريديوسنج ايجنت زي الهيدروجين والبلاتينم او الهيدروجين والنيكل، هيديني على طول البيبريدين، كل الثلاثه باي بوند اللي عندي هيطيروا، ويبقى المركب اللي عندي فولي ساتيوريتد انتي اروماتيك، كانه شبيه بالظبط بالاليفاتيك امين. هو اصلا عباره عن اليفاتيك امين اللي هو البيبريدين، اليفاتيك امين، انما اقول عليه هيتيرو سايكليك امين، هيتيرو سايكليك سايكليك ستراكشر، وعندي هيتيرو اتوم. طبعا البيبريدين ده مور بيزك عن البريدين. احنا اتفقنا البريدين بالنسبه للفايف ممبر درينج وبالنسبه للبنزين اعلاهم في البيزيستي. ليه؟ لان انا عندي هنا لون بير من الالكترون موجودين في الاوربيتال اس بي 2. طب بالمقارنه بقى بالبيبريدين، لا البيبريدين اعلى مليون مره من البريدين. ليه؟ لان ده كانه عباره عن اليفاتيك امين سكندري امين، علاوه على ان الهايبرديزيشن اللي موجود عندي ده هنا اس بي 3، وكل ما تزيد الكاركتر يم البي اوربيتال كل ما تزيد البيزيستي. يعني كل ما المركب اللي عندي التهجين بتاعه فيه اوربيتال بي بعدد اكبر، كل ما البيزيست القاعديه بتاعته بتزيد. كل ما خدها دي قاعده، كل ما البي عندنا كام اس؟ عندي واحد، عندي كام بي؟ عندي ثلاثه. يعني عندي هنا ده بنسبه 75 الى 25. يبقى انا عندي الراجل ده البي اوربيتال بتزيد، يبقى البيزك كاركتر بيزيد. انا عندي كان هنا اس بي 2، يعني كان هنا كام؟ 33 مثلا الى 66، 33 ونص الى 66 ونص عشان يعملوا 100%. في هنا اس بي 2 ده بقى عندي اس بي 3، يبقى كل ما زاد البي اوربيتال اللي انا عندي كان هنا في البريدين 2، عندنا اصبحوا كام؟ 3. بقت النسبه 25 ل 75، فكل ما البي كاركتر بتزيد، البي كاركتر بتزيد، البي اوربيتال موجود بنسبه اكبر، كل ما تزيد مين؟ تزيد البيزيستي، تزيد البيزيستي على طول. تزيد مين يا شباب؟ تزيد البيزيستي القاعدية، عكس اللي شرحته لك في الأول لما كنت بتكلمك عن الألكايل وكنا بنحضر الفايف ممبر درينج. لما بتزيد الاس كاركتر، الاس اوربيتال بيزيد، مين اللي بيزيد معاه؟ تزيد معاه الحامضية، الاسيديتي، الاسيديتي هي اللي تزيد. يعني لو قلت لك مين الأكثر حامضية، البريدين ولا البيبريدين؟ حامضيه، تقول البريدين. البريدين ليه؟ نفس الكونسيبت، لان هنا الاس كاركتر هنا بنسبه كام؟ 33%، ده في البيبريدين الاس كام؟ 25%، يبقى ده اللي يكسب بالنسبه لمين؟ بالنسبه للحامضيه. انما بالنسبه للقاعديه
يبقى القاعديه من اللي بيحكمها؟ البي اوربيتال. البي اوربيتال زاد، القاعديه بتزيد. الاس اوربيتال بيزيد، يبقى من اللي بيزيد في معاه؟ بتزيد معاه الحامضيه. حط ديت كده ايه؟ حاجه في ودانك كده ما تنساهاش، حاجه في ودانك ما تنساهاش. لما كنا بنتكلم على الهيدرات قلت لك اي حاجه فيها هيدرات تعتبر ريديوسنج ايجنت، صوديوم بورو هيدرايد، ان اي بي اتش 4 بي ديت بورون، صوديوم بورو هيدرايد. طيب الراجل ده 1 ميثايل بيريدينيوم ايودايد هيحوله الى ايه؟ 1 ميثايل 1 و2 و3 و6 تترا هيدرو بيريدين. هنا بقى عملت ريدكشن للباي بوند اللي هنا والباي بوند اللي ايه؟ للي هنا، بقوا ساتيوريتد. ودان الراجل اللي قدامك ايه؟ اللي قدامك هذا. يبقى علشان احول البريدين الى بيبريدين يبقى لازم عندي هيدروجين ونيكل او هيدروجين وبلاتينم والكلام ده كله. ماشي؟ ديت برضو الحاجات ديت تعرفها برضو ايه؟ ضروري برضو عشان يبقى ما فيش حاجه كده معديه عليك. كل قلت لك عشان تعرف القاعديه والحامضيه. البي كاركتر بتزيد التهجين، البي اوربيتال بيزيد يبقى القاعديه بتزيد. الاس كاركتر هي اللي بتزيد يبقى الحامضيه هي اللي بتزيد، يعني بيبقى العكس صحيح. يبقى اللي بيبقى اكثر قاعديه زي البيبريدين يبقى اقل حامضيه عن البريدين اهو. يعني قلت لك ان البيبريدين اكتر مليون مره في القاعديه عن البريدين، لان ده اس بي 2 الاثنين الكترون اللي هنا اللي دول هتحصل عليهم بروتونيشن. الراجل ده عليه لون بير والفاتك وثابتين لا بروحه ولا بيجم، علاوه على ان الهايبرادايزيشن يم النيتروجين هنا اس بي 3. اس بي 3 يبقى البي اوربيتال بيزيد يبقى البيزيست بتزيد. الاس كاركتر بتزيد يبقى الحامضيه هي اللي بت ايه؟ الحامضيه هي اللي بتزيد. والكلام ده شرحته قبل كده. بعد كده عندي ادى البريدين اهوت، قلت لك لما هنا كل ده لما اعمل له عمليه اوكسيديشن باوكسيدايزنج ايجنت يتحول الى البريدين كاربوكسيليك اسيد، ده اسمه بيكولينيك اسيد، ده اسمه نيكوتينيك اسيد، كلام معاد اهوت ايزو نيكوتينيك اسيد. الناس دي كلها يا شباب البريدين كاربوكسيليك اسيد دي كلها سواء بيكولينيك او نيكوتينيك او ايزو نيكوتينيك. ماشي يا شباب؟ احنا قلنا هنا الان ديت لها ايه؟ خواص قاعديه، خواص ايه؟ قاعديه. مش احنا بنقول الراجل ده بيزك البريدين؟ طيب الراجل دوت فيه مجموعه حامضيه كاربوكسيليك اسيد جروب. مجموعه حامضيه يعني ايه؟ مادام حامضيه يعني بتديني الاتش اس بروتون مجموعه كاربوكسيل. طب الاتش ده لو خرج اس بروتون يعني اتش موجب هيلاقي حاجه يروح عليها؟ ايوه هيلاقي حاجه يروح عليها. كل ده اتش موجب، اتش كاربوكسيليك اسيد جروب. بقول حامضيه ليه؟ بقول ليه كلمه اسيد ليه؟ لان المركب دوت بيحصل له ايونايزيشن ويديني الاتش البروتون. طب الاتش البروتون في في سواء بيكولينيك اسيد او نيكوتينيك اسيد او ازو نيكوتينيك اسيد لو خرج هيروح فين؟ اهو هيلاقي الان عليها لون بير من الالكترونات، بيزست بيزك بيزك، روح يعمل عليها ايه؟ بروتونيشن اهو. اهو هنا الاتش خرجت هتروح على الان بتاعتها ديت هتلاقي عليها لومبير تعمل عليها بروتونيش، عشان كده الان بقى عليها شحنه موجبه. هنا خرجت بتاعت النيكوتينيك اسيد الاتش البروتون هيلاقي الان عليها لومبير يعمل عليها بروتونيش. مش احنا قايلين الكلام ده في المحاضره اللي فاتت ولسه قايلينه حالا ان الان ديت لها بيزك كاركتر؟ هي كلمه بيزك بتعني ايه؟ ان تلاقي اتش بروتون يعمل عليها بروتونيشن، يلاقي اللومبير موجودين عندي يعمل عليهم بروتونيشن. المواد دي بقى عموما زي الامينو اسيد وزي ما انت شايف كده البريدين كاربوكسيليك اسيد ديت فيه سنتر حامضي وسنتر قاعدي. لما يبقى اي مركبات ربنا خلقها فيها المركب الواحد فيه الحاجتين دولت يبقى الراجل ده بسميه حاجه اسمها ريفيتر ايون. ريفيتر ايون، زيفيتر ايون، مش زويتر يا شباب، زيفيتر ايون. دي بتتنطق في، زيفيتر ايون. يبقى الزيفيتر ايون ده عباره عن مركب موجود على هيئه كانه موجود على هيئه سولت، يحتوي على حاجه بيزك وحاجه اسيدك سنتر. يبقى بيحتوي على بيزك سنتر اللي هو الان اللي عليها لون بير، وفي نفس الوقت بيحتوي على اسيدك سنتر هي الكربوكسيليك اسيد جروب. فالاتش البروتون ديت لما تخرج هتلاقي مين؟ تلاقي لون بير سلبين تقوم عامله عليهم بروتونيشن. يبقى الراجل ده بيسمى ايه؟ يسمى ذا فيتر ايون. بيقول عليه بنيجي نعرفه بنقول عليه انترنال سولت. انترنال سولت يعني ملح داخلي. الراجل ده مش احنا عندنا ملح يعني شق موجب وشق سالب. اما قلت صوديوم كلورايد ان ايه سي ال، ان ايه موجب وسي ال سالب. طب فين فين هنا الموجب؟ اهو الان موجب. وفين هنا السالب؟ اهو الكربوكسيليت جروب بعد ما طلعت الهيدروجين اس بروت.
بعد ما طلعت الهيدروجين اس بروتون، بعد ما طلعت الهيدروجين اس بروتون، البروتون بتاعه راح فين؟ راح على الان اللي عليها لون بير، عمل عليها بروتونيشن، عمل عليها بروتونيشن، عمل عليها بروتونيشن، يبقى ده اسمه، يبقى البيريدين كاربوكسيليك اسيد فروم خاصيه الزفيتر ايون. طب ايه يا شباب؟ الزفيتر ايون. طيب بعد كده عندي الالكايل بيريدين، اهي الالكايل بيريدين اللي عندي ديت. الالكايل مش دي كلها الكايل بيريدين؟ بالنسبه للنيوكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، مش الان دي بتسحب؟ مش الان دي بتسحب؟ مش الان دي بتسحب؟ الان دي بتسحب الالكترونات. لما يبقى عندي يا شباب اي مجموعه ساحبه للالكترونات زي مثلا الكربونايل مثلا سي اتش 3، مش مجموعة الكربونيل دي مجموعة ساحبة للإلكترونات سي دبل بوند، ولو كنتوا خدتوا الألدهايد والكيتو. الكربون اللي عندي ده هي اللي بعد السي دبل بوند، الكربونة ديت بقول عليها ألفا كربون. الألفا كربون ديت لها أسيدك كاركتر نتيجة إن السي أو بتسحب، فالهيدروجين اللي عندي ده هو سهل واحدة منهم من الثلاثة سهل إن هو يخرج أز بروتون، أز بروتون يعني يخرج أز اتش موجب. لما يخرج اتش موجب يبقى هيتبقى عندي هنا سي اتش 2، هيتبقى عندي سي اتش 2، والكربونه دي تصبح عليها شحنه ايه؟ شحنه سالبه. اهو كل ايه اللي خلى الاتش دي تخرج از بروتون؟ ان جنبها مجموعه ساحبه للالكترونات. ده بقى انا عندي ايه المجموعه الساحبه للالكترونات؟ عند الان لها ماينس اي ماينس ميزومريك زي الفل، زيها زي الكربونايل جروب بالظبط. ودي عباره عن الكربونات اللي متصله بالكربونايل جروب بقول عليها الفا كربون. ماشي يا شباب؟ يبقى دي لما تسحب من ديت يبقى الكربونه اللي هنا هتسحب من الكربونه ديت، ده بالكربونه دي تعمل ايه؟ هتسحب من الهيدروجين اللي ماسك فيها. كأن بضعف الرابطه اللي موجوده بينها وبين الهيدروجين، يبقى الواحده من الثلاثه اتش دولت سهل ان هي تخرج از بروتون. لما هتخرج از بروتون هيتبقى الكربونه اللي عندي دهيت هيبقى اتش، لما يخرج از بروتون يبقى هيسيب الاثر اللي بينه وبين الهيدروجين تبقى موجوده عندي على الكربون كشحنه سالبه. ده بالاتش ده عشان يخرج بروتون مع نفسه كده وجود مجموعة ساحبة الالكترونات بس، لا لازم في وجود فيري سترونج بيز، فيري سترونج بيز. انا بقول الراجل دهوت الان بتسحب كده لها ماينس اندكتيف وماينس ميزوميريك، فبالتالي السحب هيحصل على مين؟ على هذه الكربونه. طب الكربونه دي بتسحب منها نتيجه ان الان ديت قاعده تسحب، طب ديت هتسحب من مين؟ الضعيف، الضعيف عند الهيدروجين. لما هتسحب من الهيدروجين، الهيدروجين ديت بقول لها اسيد الكاركتر خواص حامضيه بس، طب عشان تطلع تطلع اتش بروتون يطلع كده لوحده؟ لا لازم في وجود فيري سترونج بيز. احنا تعريف البيز ايه؟ حاجه عليها شحنه سالبه تاخد اتش بروتون. لما تاخد الاتش دي بروتون البيز اللي عندي ديت، يبقى الاثر اللي بينها وبين الكربون ده تبقى افضل على تبقى موجوده على مين؟ على الكربون، ويديني الشكل اللي قدام حضرتك ده. الراجل ده هو تحصل له اوفرلابنج ويحصل له ستابيلايزيشن بالريزونانس، وادي لك الشكل اللي قدام حضرتك ده. سي اتش 2 الاثر اللي عندي الشحنه السالبه ديت تنزل هنا، يبقى لازم الكربونه دي اصبح حواليها خمسه، يبقى لازم الباي بوند تطلع على مين؟ على الان، ويدي لك الشكل ده، يحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس، ستابيلايزيشن بالريزونانس. تاني انا بجيب لك حاجات حتى مش موجوده في السورس بحيث حضرتك تتعلم كيمياء عضويه وفي نفس الوقت يجي لك الامتحان زي ما يجي، يبقى اي حاجه ما سيبناهاش. يبقى فيري سترونج بيز نتيجه ان الان بتسحب، يبقى الاتش دي سهل ان هي تخرج از بروتون، يبقى الكربونه دي بقى عليها شحنه سالبه يحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس. اي حاجه يا شباب زي ما قلت لك قبل كده، الحاجه اللي بتفقد الهيدروجين كبروتون، اي مركب بيفقد هيدروجين بروتون اللي بيتبقى منه ده اسمه كونجيوجيت بيز. يبقى المركب ده ناقص اتش بروتون اللي اتبقى منه ده اسمه ايه؟ بعد ما خرجت اتش بروتون الجزء اللي اتبقى ده اسمه ايه؟ بقول عليه كونجيوجيت بيز. اقول لك عندك اتش سي ال، الراجل ده حصل له ايونيزيشن واديني اتش موجب زائد سي ال سالب. السي ال السالب دي بقول عليها ايه؟ كونجيوجيت بيز. كونجيوجيت بيز دي ما هو الاتش اهوت لما خرج اللي اتبقى من الاتش سي ال السي ال فقط، يبقى السي ال ماينس الكلورايد ماينس دي بقول عليها ايه؟ كونجيوجيت بيز. يبقى الجزء اللي عندي ده بعد ما الاتش خرج بروتون
يبقى الجزء ده كله بقول عليه كونجوجيت بيز. هذه الكونجوجيت بيز لازم بيحصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس اللي انت شايفها نيجاتيف تشارج ديت، يحصل لها اوفرلابنج، تنزل هنا ما بين الكربون والكربون، يبقى الكربون دي بقى اصبح حواليها خمس روابط اهو، بقى عندي اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ما يصير يبقى لازم الان هي اللي بتسحب، هتاخد مين؟ هتاخد الباي بوند، واديني الشكل ده. حصل لها ستابيلايزيشن بالريزونانس، والبي اللي هي الفيري سترونج بيز بقى زي ما تكون خدت الاتش وادتني بي اتش، البيز مع الاتش. هنستفيد من الكلام ده في ايه؟ هنستفيد من الكلام ده في ايه؟ يبقى هنا نتيجه ان انا عندي في البوزيشن، لو عندي الكايل بريدين، الكايل بريدين في البوزيشن رقم 2 او 4 او 6، سهل ان هذه الميثايل جروب اللي هي بتاعت الالكايل بريدين يخرج منها الهيدروجين از بروتون، از بروتون. ولما باجي اخرج البروتون بخرجه من الكربونه اللي هي على طول ماسكه مباشره، من الكربونه اللي ماسكه مباشره في الكربون بتاعه البيريدين، يعني ديت ميثايل، ده فرضا ايثايل سي اتش 2 سي اتش 3، يبقى اخرج من مين؟ هخرج من الكربونه سي اتش 2 اللي ماسكه في حلقه البيريدين. طيب مثال اهو عندي ده اللي هو الالفا بيكولين، اهو حطيت عليه صودامايد وليكويد امونيا وايثايل ايودايد. الريجنت اللي فوق ده الاولاني ده صودامايد زائد ليكويد امونيا، ده دوره ايه في التاريخ؟ هنا بقى في الحاله ديت، الحاله ديت هو عباره عن فيري سترونج بيز اهو. مش قلت لك النيوكلوفال اللي كنا بنستخدمه في اللي هي الامينيشن اوف بريدين او اللي تشيتش بيبن رياكشن، كنت بقول لك الان اتش 2 كان بيشتغل از نيوكلوفايل، وقلت لك النيوكلوفايل ده له دورين، ممكن يشتغل نيوكلوفايل ممكن يشتغل از بيز. از بيز يعني تاخد اتش بروتون، هتيجي تاخد لي واحده من الثلاثه دولت كبروتون، هيتبقى عندي سي اتش 2 والكربون اصبح عليها شحنه سالبه. تقول لي الشحنه السالبه جت منين؟ لانها خدت الاثر اللي بينها وبين الهيدروجين الثالث اللي خرج بروتون، هفعله مع مين؟ مع الايثايل ايودايد سي 2 اتش 5 اي، ده الايثايل ايودايد او ايثايل برومايد او ايثايل كلورايد، يكون زي ما يكون، او ايثايل فلورايد. مش الايودايد بتسحب؟ يبقى الكربونه اللي هي سي اتش 3 سي اتش 2 الكربون عليها شحنه موجبه، الموجب يروح للسالب، مش دي سالب سي اتش 2 سالب، بقول عليها اكتف ميثيلين سي اتش 2 بعد ما الميثايل خرجت الاتش بروتون واصبحت سي اتش 2 وعليها شحنه سالبه. وعرفنا الشحنه السالبه جت منين؟ لان نتيجه للاسيدك كاركتر ان الان بتسحب الالكترونات، فبالتالي الاثر هنا الروابط اللي ما بين الكربون والهيدروجين ضعفت، فبقى عرضه ان هم يخرجوا من الاتش، تخرج از بروتون بس في وجود مين؟ فيري سترونج بيز. هنا البي فيري سترونج بيز سودامايد وليكويد امونيا. يبقى الراجل ده هياخد واحده من الثلاث هيدروجينات ديت، بقت سي اتش 2 بقول عليها اسمها اكتف ميثيلين، يبقى دي بقول عليها كده اكتف ميثيلين سي اتش 2 اهو، وتحصل لها ستابيلايزيشن ديت، ترجع تاني كده اهو، دي بقى ترجع ديت الباي بوند على مين؟ على الكربون، وتديني الشكل اللي قدام حضرتك. هذا كربون وعليه شحنه سالبه، السالب ده يروح يهاجم مين؟ يهاجم موجب. فين الموجب اللي عندي؟ اهو الايثايل ايودايد الكربون، الايودايد بيسحب منها، يبقى الكربون عليها شحنه موجبه، يبقى هيديني مين؟ سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 اللي هي سي اتش 2 سي 2 اتش 5، هي سي 2 اتش 5 دي عباره عن ايه؟ سي اتش 3، عشان بس الناس اللي ما عندهمش فكره عن الكيمياء العضويه، سي اتش 3 سي اتش 2 هو ده السي 2 اتش 5 اي، هي دي الايودايد بتسحب كده، يبقى الكربونه دي عليها بارشال بوست في الشارج، يبقى السالب يروح يهاجم الموجب اهو، سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. يعني ما كان عندي ميثايل بيريدين، ميثايل بيريدين اصبح ايه؟ بروبايل بيريدين. يبقى انا مكان ميثايل اصبحت بروبايل، ده فرضا عايزها بيوتايل اربعه كربون، يبقى المكان الايثايل ايودايد اخليها ايه؟ بروبايل ايودايد. عايزها خمسه اخليها بيوتايل ايودايد، حسب اللي انا عاوزه هنا ده يطلع ايه. اغير في مين؟ في الالكايل، الكايل هالايد اللي موجود عندي. ده فرضا انا كنت عايزه ايثايل بريدين، اثنين ايثايل بريدين خلاص، يبقى الراجل ده اجيب الميثايل بيكولين او الاثنين ميثايل بريدين افعلهم مع مين؟ مع ميثايل ايودايد. ما انا عايز الناتج يبقى عباره عن اثنين ايثايل بريدين، يبقى افعله مع ميثايل ايودايد، حسب الايه؟ حسب اللي سيادتك عاوز تحضره تغير في هذه الالكايل ايه؟ هالايد اللي موجوده عند حضرتك. تعالى الراجل ده الناحيه الثانيه، فينايل ليثيوم، فينايل ليثيوم وداي ايثايل ايثر وات روم تمبريتشر.
الراجل الفيلم الهندي اللي عندك اللي فوق ده عباره عن ايه؟ فيري سترونج بيس. منين يا سيد؟ مش كنت لسه قايل لك الاول فينايل ليثيوم الاورجانو ميتاليك ريجنت، فينايل هي متصله بليثيوم، والكربونه بتاعت الفينايل عليها شحنه سالبه والليثيوم عليه شحنه موجبه. مش الراجل ده كان لما كنا بنتكلم في النيوكلوفيليك سبستيوشن كان بيشتغل از نيوكلوفايل؟ لا قلت لك النيوكلوفايل اللي عليه شحنه سالبه ممكن يشتغل نيوكلوفايل، ممكن يشتغل ايه تاني؟ بيز. اهو بيز اشتغل از بيز زي الفل، هيشتغل از بيز. بيز مش عليه شحنه سالبه اهو، هياخد من هنا مين؟ هياخد الاتش، يتبقى عندي سي اتش 2 وعليها شحنه سالبه، هتدفعي لي مع مين بقى؟ البنزايل كلورايد اهو، حلقه بي اتش دي يعني حلقه بنزين عشان بس اختصارا دلوقتي، سي اتش 2 سي ال او بي ار او ايودايد تكون زي ما تكون، دي بتسحب، يبقى الكربونه دي عليها شحنه موجبه. موجب اهو السالب اهوت، السالب يهاجم الموجب. طولت انا كده عملت ايه؟ الونجيشن، شين الونجيشن، طولت السلسله، شين الونجيشن، ادانا اهو اتنين فينايل ايسايل بريدين، مش ده عندي سي اتش 2 وهنا سي اتش 2 وفينايل، هيديني مين؟ سي اتش 2 سي اتش 2 فينايل، يبقى اتنين فينايل اهو، اتنين اهو بوزيشن رقم اتنين في فينايل ايسايل بريدين اهو، اتنين فين ايثايل بريدين، هقول اتنين فينايل ايثايل بريدين، والفينايل ممكن اقول عليها فين وبس، فين فين معروف ان هي فينايل، يبقى اتنين فينايل ايثايل بريدين. يبقى هنا الحاجات اللي بعملها دي بعمل شين ايه؟ تشين اولونجيشن، سواء المثال ده او المثال ده، طول السلسله زي ما انا عايز. شوف انت سيادتك عايز تحضر ايه وغير في هذا الالكايل هالايد او الارايل هالايد اللي سيادتك عايزه ده، يعني عايزك هنا كمان سي اتش 2 خلاص عادي خالص، هيبقى عندي فينايل، هيبقى عندي فينايل سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2، مكان ما هي فين ايثايل تبقى فين بروبايل، ازود هنا سي اتش 2 حسب اللي سيادتك عاوز تحضره. اللي سيادتك عاوز ايه؟ عاوز تحضره. هنا نفس الكلام اهو، ما قلت لك سواء الميثايل في البوزيشن رقم 2 او 4 او 6، فيري سترونج بي صوديوم ايسوكسايد اي تي ديت يعني سي 2 اتش 5 او ان ايه، الراجل ده هياخد من هنا اتش، نتيجه الان بتسحب تبقى سي اتش 2، هفعله مع البنزال دهايد. البنزال دهايد الناس بقى عايزه تكتب لي الميكانيزم وتبعته لي، الكلام ده انت خدته في المرحله في الكورس الاولاني في التفاعلات بتاعه الالدهايد، تفاعلات الالدهايد التفاعل كلش بسيط، وده بنزال دهايد حلقه بنزين سي اتش او. شوف من عندك هنا الموجب، والراجل ده سالب هيهاجمه، ودينا حاجه اسمها الدول كوندنسيشن، هيفقد ميه ويديني المركب اللي قدامك ده اللي اسمه فور استايريل بريدين، فور استايريل بريدين، بس اكتب لي انت الميكانيزم بتاعه ازاي. اخر اتنين سلايد عندي يا شباب، قلت لك لما كنت بعمل اكتيفيشن للبريدين بفعله مع حاجه اسمها بريدين ان اوكسايد. بريدين ايه؟ ان اوكسايد. بريدين ان اوكسيد اللي هي عباره عن، بقول بريدين ان اوكسيد ان شاء الله عشان ما اطولش المحاضره دي قوي خلاص هنسيبها ان شاء الله لما اجي اتكلم على السمول رينج زي الاوكزيران والحاجات ديت ان شاء الله هبداها لكم معاها ان شاء الله. الراجل دوت مستر بريدين ان اوكسيد ده، ان نتيجه ان انا عندي هعمل اوكسيديشن على الان يديني بريدين 1 اوكسيد، الراجل ده هيشتغل بقول على الوينجين، مره هيشتغل له بوصله في ميزوميريك ومره يشتغل له ماينس ميزوميريك افكت. الكلام ده ان شاء الله هبدا بيه بدايه المحاضره الجايه، لان في سؤال عندك في السورس اللي احنا شغالين منه على البريدين ان اوكسيد، وفي بعض الامتحانات شفتها في كليات ثانيه برضو جايبين سيره البريدين ان اوكسيد، طبعا السورس مش شرح حاجه خالص، فان شاء الله نشرح الاثنين سلايد دولت مهمين، فسيبهم ان شاء الله للمحاضره الايه؟ للمحاضره القادمه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اوعدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير. الناس تشد حيلها لان في لسه هدي لكم كمان محاضره او محاضرتين قبل ما نتقابل حضور، لان في الغالب الخميس الجاي طبعا ما فيش حضور في الغالب يعني، فان شاء الله عشان نتقابل الخميس اللي بعده هيبقى مفيش قدامنا اصلا ال 10 ايام والسنه تخلص، فان شاء الله الفايف ممبر درنج ربنا يسهل نقدر نخلصها قبل ما نتقابل، يبقى باقي لنا بس اللي هو مين؟ اللي هو الكينولين والايزوكينولين فقط. وربنا يكرم ان شاء الله لو عرفنا نخلصهم حتى قبل الموضوع ده، فالرجاء الرجاء الناس تذاكر معايا اول باول، واي حاجه ما انتش فاهمها ابعت لي اسالني فيها. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته.